عليكم. هنبدأ النهارده درسنا النهارده في الأوميتر. درسنا النهارده اسمه الأوم ميتر. الأوم ميتر ده عبارة عن جهاز بنستخدمه عشان نقيس بيه الريزيستنس. الريزيستنس مجهولة عندي، ريزيستنس مجهولة عايز أقيسها. كنا زمان بنقيسها إزاي؟ أحط الريزيستنس المجهولة وأوصل معاها إن سيريز أميتر، وأوصل معاها إن باراليل فولتميتر، ونوصل باتري، يمر كارنت، نشوف الاميتر قرا كام، نشوف الفولتميتر قرا كام، نقسم الفي على الاي، يبقى هي دي الار المجهوله، تبقى هي دي الار المجهوله. فكنا كده بنستخدم عشان نقيس الاوم، كنا بنستخدم جهازين، الاميتر والفولتميتر. الاميتر والفولتميتر كنا بنستخدمهم عشان نعين بيهم ريزيستنس مجهوله. فجم الناس قالوا ليه بنستخدم جهازين؟ ما نشوف جهاز واحد يقوم بالغرض. فلقينا الجهاز ده، جهاز عملناه وسميناه الاوم ميتر. يبقى لو قال لي الغرض من الاوم ميتر اللي بيستخدمه تو ميجر انون ريزيستنس. سنتفق الايديا بتاعته، الاوم ميتر ده عباره عن جلفانوميتر هنعدله برضه. الجلفانوميتر عدلناه من احنا ركبنا له ار اس ان بارل فبقى ميتر. الجلفانوميتر عدلناه من احنا ركبنا له ار ام ان سيريز فبقى الفولتا ميتر. الاوم ميتر برضه جلفانوميتر هنعدله. هنعدله ازاي بعد شويه؟ هنعدله ونركب له حاجات فيبقى اسمه الاوم ميتر. يبقى الجلفانوميتر هو القلب، هو الاساس. ركبت له ار اس ان باراليل فبقى الاميتر، بيقيس كرنت. ركبت له ار ام ان سيريز فبقى فولتميتر، بيقيس بوتنشال. هنركب له النهارده شويه حاجات فهيبقى اوم ميتر بيقيس ريزيستنس. يبقى الاوم ميتر برضه القلب بتاعه هو الجلفانوميتر. فلو قال الساينتفك ايديا للاوم ميتر هي نفسها بتاعت الجلفانوميتر، ان ديبند على الماجنتيك افكت. ان لو في كرنت مر في كويل والكويل محطوط فيه ماجنتيك فلوكس، الكويل هيتاثر بتورك روتيت ايه. فكره عمل الجلفانوميتر هي فكره عمل الاميتر، هي فكره عمل الفولتميتر، هي فكره عمل الاوم ميتر، لان الاجهزه كلها قلبها الجلفانوميتر. يبقى في الساينتفك ايديا للاوم ميتر ديبند على الماجنتيك افكت. اف كرنت بس ان اكويل بليز ان ماجنتيك فلوكس الكويل ده افكتد باي اتورك روتيت ايه. فكل الاجهزه عباره عن جلفانوميتر ومؤشر بيتحرك. المؤشر مش هيتحرك الا اذا كان في تورك بيحركه. يبقى فكره الاجهزه القياس كلها بيزد على التورك، كلها بيزد على التورك، بيزد على التورك. ان لو في كرنت ماشي في كويل وكان محطوط في وسط ماجنتيك فلوكس الكويل هيتاثر بتورك روتيت ايه. تعالوا نشوف الكونستراكشن بتاع الاوم ميتر. الاوم ميتر عشان نصنعه لازم اجيب جلفانوميتر سبيشال. جلفانوميتر بمواصفات معينه، ايه مواصفاته؟ ان لازم من هذا الجلفانوميتر يكون الريزيستنس بتاعته ار جي 250 اوم، لازم 250 اوم. والاي جي اللي يستحمله اكبر كرنت يستحمله لازم يكون 400 مايكرو امبير. مش اي جلفانوميتر بيتباع في السوق ينفع استخدمه عشان يبقى اوم ميتر. جلفانوميتر سبيشال الريزيستنس بتاعته ار جي 250 اوم والاي جي 400 مايكرو امبير. هو ده الجلفانوميتر، عايزه يبقى اوم ميتر. هوصله بشويه حاجات. هنوصله هنا بريزيستنس ثابته، فيكس ريزيستنس اسمها الار سي، قيمتها 3000 اوم. وظيفتها ايه؟ بعد اربع خمس ورقات هنعرف وظيفتها ايه. هنوصله برضو ان سيريز مع ريوستات. ريوستات ممكن اخد منها من زيرو، من زيرو حتى 6565 اوم. يعني لو الاستايدر جبته هنا ابقى واخد منها زيرو، لو الاستايدر جبته هنا في الاخر ابقى واخد منها 6565 اوم. انا طبعا الاستايدر لا بحطه لا في الاول ولا في الاخر، بحطه ان بتوين. بتوين يعني باخد من الريستات قيمه محصوره بين زيرو و 6565 اوم. ايه وظيفه الريستات بعد اربع ولايات هنعرف. باتري الفي بتاعها 1.5 فولت بس خلاص، وطرفين اي وبي بعيد عن بعض وبينهم هوا 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 هوا، طرفين اي وبي بعيد عن بعض بينهم هوا. خلاص هو ده الاوم ميتر. سبيشال جلفانوميتر، سبيشال جلفانوميتر اللي بتاعته 250 اوم والكرنت اي جي بتاعه يستحمل 400 مايكرو امبير مع سيريز ريزيستنس اسمها ار سي. ستاندرد ريزيستنس اسمها ستاندرد ريزيستنس، ستاندرد ريزيستنس بمضاف رمز ار سي، قيمتها 3000 اوم. وظيفتها نعرف بعدين. ريوستات لو الاستايدر جبته في اولها ابقى واخد منها صفر، لو الاستايدر جبته في اخرها ابقى واخد منها 6565 اوم. ايه لازمتها بعدين؟ باتري الفي دي بتاعها 1.5 فولت والطرفين او بي بعيد عن بعض، طرفين او بي بعيد عن بعض.
هو ده الاوميتر. في الاول احنا عملنا الاوميتر اهو في المصنع، والسكيل بتاعه ابيض لسه ما كتبش عليه ولا رقم. عملنا الاوميتر، هو ده كده الاوميتر، ده اللي هو ده اللي جوه، ده جوه جوه السيركل دي فيه جالفانوميتر وستاندرد ريزيستر 3000 اوم، وريوستات من زيرو ل 6565 اوم، وباتري وطرفين او بي بينهم هواء، كل ده جوه السيركل ده، هو ده الاوم ميتر. وسكيل فاضي، سكيل فاضي ولسه في المصنع عايزين نرقمه. سكيل ابيض معلوش ولا رقم، عايزين نرقمه، عايزين نرقمه. ازاي في المصنع هنرقمه اوم؟ ازاي هنرقمه اوم في المصنع؟ هنشوف. اول خطوه اوصل اي وبي فوق مع بعض. لما بحط ايه فوق بي، لما بلمس ايه فوق بي، كاني مركب من بره ريزيستنس خارجيه قيمتها صفر. بلمس اف بي، اي وبي ار ان كونتاكت مع بعض، احط ايه فوق بي، الطرفين الفري اي وبي اللي كانت بينهم هواء، هقربهم من بعض، هقربهم هقربهم، المسهم في بعض. يبقى اي وبي لما يلمسوا في بعض يبقى كاني حاطط بتوين زيم ريزيستنس خارجيه قيمتها زيرو. في الحاله ديت هيمر في الجهاز، السيركت كده بقى كروزد، اعلى كرنت هيمر في الجهاز اللي هو الاي جي. لما بوصل اي وبي مع بعض كاني مركب من بره ريزيستنس قيمتها صفر، هيعدي الجهاز اعلى كرنت اي جي. لما الكرنت اي جي هيخش على الجهاز ويخش على الجالفانوميتر، لما الجالفانوميتر هيخش له اي جي، البوينتر يروح لابعد حته، البوينتر هيروح لابعد حته، يقوم في المصنع يقولوا احنا مركبين من بره الازاز قيمتها كام؟ زيرو، يروحوا كاتبين زيرو. الكرنت اللي داخل على الجالفانوميتر كرنت عالي جدا، كرنت كبير، يخلي المؤشر اللي كان هنا ينحرف مسافه كبيره جدا ويبقى هنا. يبصوا هو المؤشر جه هنا، احنا مركبين من بره الريزستنس كام؟ زيرو، يكتبوا زيرو، مارك زيرو، مارك زيرو. بعد كده يجيبوا سيفرال نون ريزيستنس، سيفرال نون ريزيستنس، ريزيستنس عديده معروفه قيمه مسبقا، واحده 100 اوم والثانيه 200 اوم 300 اوم 400 اوم 500، مكتوب عليهم كل واحده قيمتها كام. يجيبوا سيفرال نون ريزيستنس، سيفرال نون ريزيستنس، يحط اول واحده هنا كده بقت في ريزيستنس راكبه. الكارت اللي ماشي مش هيبقى اعلى حاجه، ده هيقل شويه، هيقل عن الاي جي، هيبقى اي 1. يبقى الجالفانوميتر كارت دخل له كارت اقل سنه من الاي جي، يبقى المؤشر مش هيروح للاخر، هيروح لقد الاخر بشويه ويقف هنا. يبصوا احنا مركبين بره ريزيستنس قيمتها كام؟ ار 1. يكتبوا هنا ار 1، يعني لو دي 100 اوم يكتبوا هنا 100 اوم. بعد كده يشيلوها ويحطوا ريزيستنس اخرى عارفين قيمتها مسبقا، هيمر كرنت جديد وليكن اي 2، ويخش على الجالفانوميتر كرنت اي 2 اكبر اقل من الكرنت اللي اقل من اي 1 واقل من اي جي. انحراف المؤشر يقل شويه يقف هنا، يقول احنا مركبين من بره ريزيستنس كام؟ ار 2، يروحوا كاتبين ار 2، مركبين من بره ريزيستنس 200 اوم يروحوا كاتبين 200 اوم، وهكذا. يوز انون، يوز نون سيفرال ريزيستنس، يوز نون سيفرال ريزيستنس، حطهم 1 باي 1 واحده ورا واحده. في كل مره هيمشي كرنت مختلف، في كل مره البوينتر هينحرف انحراف مختلف، في كل مره البوينتر هيقف في مكان غير الثاني. مطلع ما يقف البوينتر، شوف في اللحظه دي انت مركب الريزيستنس الخارجيه قيمتها كام وتكتب. لو كانت 100 اوم تكتب هنا 100، لو كانت 100 اوم تكتب 200، وتجيب ريزيستنس الثالثه ورابعه وخمسه وسته وتكتب 300 و400 و500 و600 و700. خلاص رقمنا السكيل ريزيستنس، اقفل الجهاز وابيعه للناس. يبقى لو الشخص في بيتهم حط اي وبي فوق بعض يبقى كانه مركب ريزيستنس صفر، هيلاقي المؤشر اللي في ابعد حاجه هيبص يلاقي فيه ريزيستنس مكتوب له رقم زيرو، هيلاقي فيه رقم زيرو مكتوب له، هيلاقي كده فيه رقم زيرو مكتوب له، رقم زيرو مكتوب له. الشخص لو راح جاب ريزيستنس معينه وليكن 100 اوم مثلا وحطها، هيلاقي المؤشر هينحرف ويقف هنا، يبص فوق يلاقي مكتوب له 100. الراجل جاب ريزيستنس 200 اوم وما يعرفش انها 200 اوم وحطها، هيلاقي البوينتر وقف هنا يبص يلاقي مكتوب 200 اوم، وهكذا. يبقى رقمنا السكيل ريزيستنس، رقمنا السكيل ريزيستنس. ايوه اللي بيحرك المؤشر كرنت، لكن لو انا كتبت فوق الكرنت اللي داخل يبقى انا كاني بعمل جالفانوميتر او اميتر يقيس كرنت، لا انا عايز بيس ريزيستنس، انا اكتب قيمه الريزيستنس اللي تسببت في مشيان هذا الكرنت، اكتب قيمه الريزيستنس
اللي تسببت في مشيان هذا الكرنت اكتبها على السكيل. يبقى كده ركبنا الاوم ميتر ريزيستنس. العمليه دي اسمها كاليبريشن اوف الاوم ميتر. كاليبريشن كاليبريشن يعني تقييم السكيل بتاع الاوم ميتر. كاليبريشن يعني تقييم السكيل بتاع الاوم ميتر في المصنع. الجهاز وصلناه خلاص عملناه، بس السكيل بتاعه ابيض. عايز انا ارقمه ريزيستنس، عايز ارقمه اوم. ثلاث خطوات. الخطوه الاولى اوصل A و B احطهم فوق بعض ان كونتاكت مع بعض، A و B المسهم فوق بعض كاني مركب من بره ريزيستنس قيمتها زيرو. مظبطين احنا الريزيستنس اللي هو جوه الجهاز زي ما هيبان بعد شويه، بحيث ان لما اوصل A و B مع بعض يعديني ويخرج لي من البتري الواحد ونص فولت، يعديني ويخرج لي من البتري الواحد ونص فولت. دي اعلى كرنت، اعلى كرنت يخش على الجافرميتر بنسميه اي جي. هذا الكرنت العالي جدا يخلي البوينتر اللي كان واقف هنا ينحرف اكبر انحراف، يروح على الاخر خالص. في المصنع اللي احنا مركبين ريزيستنس صفر، يبقى انا اكتب صفر، بحيث لو الزبون حط ريزيستنس صفر المؤشر يروح بعد حته يلاقي مكتوب له صفر. بعد كده استخدم سيفرال نون ريزيستنس، سيفرال نون ريزيستنس، احطهم 1 باي 1 واحده ورا واحده. احط دي ريزيستنس انا عارف انها 100 اوم. الكرنت اللي ماشي مش هيبقى الاي جي، هيقل عن الاي جي. يبقى البوينتر يحلفه هيقل شويه، مش هيروح للزيرو من الاخر، قبل الاخر بشويه يقف هنا. انا مركب 100 اروح كاتب 100، اشيلها واحط واحده ثانيه اكبر منها. انا عارف ومكتوب على كيسها انها 200، احطها هنا. يبقى الكرنت اللي خارج هيقل ويقل. انحراف المؤشر من هنا هيقل ويقل، يبقى المؤشر وقف هنا. انا مركب 200 اوم اروح كاتب 200 اوم. وهكذا اعمل ده عشرات المرات بالريزيستنس المعروفه كلها. ابقى خلاص رقمت السكيل ريزيستنس، رقمت السكيل ريزيستنس. طبعا واحد يقول لي يا مستر الانفاينايت دي تحت امتى؟ الانفاينايت دي تبقى امتى؟ الانفاينايت دي تبقى لما يكون A وB بعيد عن بعض لسه. لما يبقى A وB بعيد عن بعض يبقى هنا في بينهم هواء. ريزيستنس الهواء، ريزيستنس الهواء، الهواء انسوليتور. ريزيستنس الهواء انفاينايت. يبقى في الوضع الطبيعي البوينتر محطوط عند الانفاينايت في الوضع الطبيعي، وA وB بعيد عن بعض. وA وB بعيد عن بعض يعني في بينهم هواء، في بينهم هواء. يبقى في الوضع العادي خالص ان الاوميتر البوينتر بيبقى واقف عند الانفاينايت. بيبقى واقف عند الانفاينايت، بمجرد ما نلبس A وB مع بعض ابقى ركبت ريزيستنس صفر، يخرج لي من الباتري اعلى كرنت اسمه اي في. البوينتر اللي كان واقف عند الانفاينايت ينحرف اقصى انحراف، يروح للفول سكيل ديفليكشن، اروح كاتب زيرو وهكذا. واستخدم بعد كده سيفرال نون ريزيستنس، سيفرال نون ريزيستنس، وبطلع منها في البوينتر مارك 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 مارك، ابقى رقمت السكيل. الخطوه الثالثه والاخيره خلاص بعد ما رقمت الجهاز وبعته للناس، حاضر وبعته للناس والناس اشتروه. واحد معاه ريزيستنس مجهوله ما يعرفش قيمتها، هيروح هو في البيت حاططها بالاي وبي. واحد خلاص اشترى الجهاز وهو مترقم ومعاه في بيتهم ريزيستنس مجهوله انون ريزيستنس، يحطها بين او بي، هيخرج لي كرنت معين مش عارف الانحراف معين مش وقف هنا، هيبقى في رقم مكتوب مثلا مكتوب 250 اوم، يبقى الار المجهوله دي قيمتها 250 اوم. يبقى اخر خطوه الجهاز اللي اشترى الجهاز خلاص بالعتبه وروح دي بيتهم في المانيال مثلا، خلاص روح بيتهم معاه الجهاز وراح لقى انون ريزيستنس موجوده، هيحط الانون ريزيستنس بين اي وبي، هيخرج لي كرنت معين يقابلها. المؤشر انحرف انحراف معين على حسب قيمتها. المؤشر وقف هنا، لقينا مكتوب فيه فوق هنا 250 اوم، يبقى الانون ريزيستنس قيمتها 250 اوم، يبقى قيمتها 250 اوم. ايوه يا مريم قول اللي انت عايزاه. مريم بس هو معلش يعني ايه بس انفاينايت دي؟ مش فاهم انفاينايت يعني 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 ما اقول مريم غنيه جدا. يعني انا بكتب رقم انفاينايت؟ ايه؟ هو رقم، هو ده رقم معروف يعني يتكتب؟ انفاينايت ده اعلى رقم في الدنيا، اكبر رقم في الدنيا، مش معروف طبعا. يعني هم كاتبين كده في الجهاز انفاينايت؟ اه انت ما سمعتيش كلمه انفاينايت دي ابدا يا مريم؟ لا عارفاها بس انا بقول كاتبينها ازاي؟ كاتبينها يعني كاتبينها ازاي؟ انفاينايت كاتبينها هي بتتكتب مش المفروض هي بتتكتبش مش معروفه. ايه؟ هي مش معروفه تتكتب على ايه اساس؟ الهواء ريزيستنس الهواء كام؟ عاليه جدا جدا جدا، يعني كام؟ ما نعرفش. يبقى انفاينايت. ماشي قلت كده مريم معاها فلوس قد ايه؟ كتير جدا جدا جدا، ما نعرفش قد ايه. يبقى معاها انفاينايت فلوس. لما حاجه تبقى كبيره ما تعرفهاش بنكتب انفاينايت، بس هي بتبقى حوالي 10 يعني. سمعت كلمه 10 قبل كده؟ لا هي 10 انفاينايت يعني 10.
رقم كبير جدا 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 لا يدركه انا البشر عارفه، الا اصل انا قلت يعني ما يكتبوش يعني كلمة انفينيت، اصل هي قيمة مش معروفة، فانا مش قلت معروف. اكتب رقم اكتب ايه؟ طب ماشي ماشي، واحنا اسفين، اكتب ايه؟ مش عارف، اكتب لازم ست تعرفي، معلش لازم تعرفي، صفر. او تبقيها كده لغايه ما تعرفي، ماشي يبقى كده، هيبقى كده لغايه ما تعرفي، اما يبقى حاجه ماشي كبيره جدا احنا مش عارفين قيمتها، العلماء اتفقوا بيسموها انفاينايت. ماشي. امال وانا على زيرو بكام؟ وانا على زيرو undefined كام؟ undefined ما انديفايند معروفة. يعني انفاينايت، دي حاجه انتوا بتغيب عليكم في الماس. انديفايند أنا يعني undefined. انفاينايت، ماشي بجد؟ انديفايند يعني انفاينايت، وانا على زيرو انفاينايت، undefined. وانا على زيرو يعني انفاينايت على طول، يعني الواحد فيه كام صفر؟ الواحد جواه كام صفر؟ ياه ده جواه اصفار كتير جدا، جواه اصفار كتير جدا، يبقى انفاينايت يعني انديفايند يعني حاجه جامده جدا، 10 12 يعني 10 12 ماشي كده. يبقى دي خطوات الكاليبريشن بتاعه الاوم ميتر، برقمه ريزيستنس، برقمه ريزيستنس. اول خطوه وصل يومي مع بعض، يبقى بركب ريزيستنس زيرو، متظبط الريزيستنس جواها بحيث يعدي لي اعلى كرنت اللي هو الاي جي، البوينت اللي ينحرف اعلى انحراف، والسكيل ديفليكشن يروح في الاخر خالص، في المصنع يكتبه صفر. وبعدين يوز سيفرال نون ريزيستنس، يوز سيفرال نون ريزيستنس، واحطهم 1 باي 1، هيخرج لي كرنت مختلف، البوينتر يروح اماكن مختلفه، في كل مره بطلع ما يروح البوينتر ويقف اشوف انا مركب ريزيستر كام واكتب قيمتها، ريزيستر كام واكتب قيمتها، وهكذا السكيل كله اترقم. الخطوه الثالثه ابيع الجهاز للناس، الناس اشتروا الجهاز مترقم، واحد مسك في ايده انون ريزيستنس، واحد مسك في ايده انون ريزيستنس، واحد مسك في ايده انون ريزيستنس عايز يعرف قيمتها، يحطها بتوين اي وبي، المؤشر هيخرج لي كرنت معين على حسب قيمه الريزيستا، يخرج الكرنت ده المؤشر في مكان معين، يبص هو لقى المؤشر واقف عندي مثلا 250 اوم، يبقى الريزيستنس الانون دي قيمتها 250 اوم، ويبقى احنا كده عملنا كاليبريشن للاوم ميتر. سؤال مشهور قوي كتير قوي في امتحان اخر السنه، بيقول لك هاو تو ميجر انون ريزيستا يوزنج الاوم ميتر، هاو تو ميجر انون ريزيستا يوزنج الاوم ميتر. اقول له كده نمره واحد، لازم في الاول، لازم في الاول اقول له نمره واحد، اوصل اي وبي مع بعض، اوصل اي وبي مع بعض، واتاكد المؤشر ده عندي زيرو، واتاكد ان المؤشر ده عندي زيرو، لان ممكن المؤشر ما يروحش عند الزيرو. في الحاله دي اعمل ايه؟ صفحتين ثلاثه وهنشوف هنعمل ايه. يبقى اول خطوه اوصل اي وبي مع بعض، فالمؤشر يروح لازم يروح عند الزيرو، ما راحش عند الزيرو بعدين هنعرف هنتصرف ازاي. الخطوه اللي بعدها احط الريزيستنس المجهوله بتوين اي وبي، مطرح ما يقف البوينتر تيك ريدنج، مطرح ما يقف البوينتر تيك ريدنج، وده بالظبط زي ما يكون واحد ماشي في الشارع وعايز يتوزن، قبل ما يطلع الميزان يتاكد ان البوينتر عند الزيرو، لا البوينتر عند الزيرو هيطلع على الميزان، مطلع ما يقف المؤشر يبقى هو ده وزنه، يبقى هو ده وزنه بالظبط، ده اللي احنا بنعمله وانا ماشي في الشارع وفي الصيدليه وعايز اتوزن، قبل ما اطلع على الميزان ابص كويس على البوينتر انه واقف عند الصفر، لقيت المؤشر واقف عند الصفر بطلع على الميزان، مطلع ما يروح المؤشر يبقى هو ده وزني. طب لو ما كانش البوينتر واقف عند الزيرو هنعرف بعد شويه هنتصرف ازاي، واللي يخلي البوينتر ما يوقفش عند الزيرو في الوضع الطبيعي هنعرف بعد شويه ازاي، ويبقى بالظبط زي ما بنقيس الريزيستنس زي ما بنوزن نفسنا، قبل في الصيدليه ما اطلع واتوزن ابص الاول على المؤشر عند الزيرو، لقيت المؤشر متاكد عن واقف عند الزيرو اروح طالع على الميزان، عمل لي 80 كيلو يبقى وزني 80 كيلو، ما اروحش اتوزن وقبل ما اطلع على الميزان ابص الاقي المؤشر واقف عند 50 كيلو وانا اصلا لسه ما طلعتش عليه، ما ينفعش ده كده في 50 كيلو زياده، ما ينفعش اقول له ده الميزان ده مخرف مش مظبوط، يقوم الراجل هيعمل حاجه، ايه اللي هيعمله الراجل؟ هنعمله احنا بعد شويه في الاوم ميتر ونظبط الزيرو. طيب الاوم ميتر قوانينه له قانونين اتنين بس، الاوم ميتر له قانونين اتنين فقط، قانونين اتنين فقط في الاوم ميتر، وده سهل جدا جدا. الاوم ميتر زي ما اتفقنا هو جالفانوميتر وما ار سي قيمتها 3000 اوم، وار في بتتغير من زيرو ل 6565 اوم، وباتري 1.5 فولت. الارقام اللي بقولها دي لا تستخدم في المسائل، لا تستخدم في المسائل، الارقام دي فقط تستخدم لو قال لي ارسم الجهاز واعمل ليبل دياجرام عليه، اروح كاتب له هذه الارقام، اما الارقام دي في المسائل محرم عليك تستخدم اي رقم منها خالص، ولا كانك حافظ اي رقم، انت تحفظها بس لو قال لك ارسم الاوميتر واكتب اعمل له ليبل، لكن غير كده الارقام في المسائل بتختلف عشان ما يبقاش الطالب حافظ
الحل ما ينفعش. الاوميتر له قانون اثنين، نمره واحد، الحاله الاولى لما اوصل اي وبي مع بعض ابقى كاني مركب ريزيستنس زيرو، متظبط قيمه الار في والار سي والار جي، متظبطه الار سي والار جي والار في بحيث في النهايه يخرج لي اعلى كارنت اسمه اي جي. لما الجهاز يخش عليه اعلى كارنت البوينت تروح لها بقى الحته، الاقي مكتوب عليها صفر، الاقي مكتوب عليها صفر. يبقى الوصل اي وبي مع بعض كاني مركب ريزيستنس زيرو. الريزيستنس الداخليه جوه الجهاز بتظبط قيمتها مع الباتري اللي هي قيمتها 1.5 فولت، بحيث ان لما اوصل اي وبي مع بعض ابقى مركب ريزيستنس زيرو يخرج لي اعلى كارنت اي جي اللي هو 400 مايكرو امبير، اللي هو 400 مايكرو امبير، والماس يروح لابعد حته اللي هي مكتوب عليها الصفر. القانون في هذه الحاله اللي بيحكمني الاي جي اللي ماشي في بي على كل الاراضي. الاي جي اللي ماشي في بي على كل الاراضي، مين الاراضي دي؟ الار جي والار في والار سي والار سمول بتاعت الباتري ان وجدت. يبقى انا موصل اي في مع بعض كان مركب ريزيستنس خارجيه قيمتها زيرو، الريزيستنس الداخليه متظبطه قيمتها بحيث يخرج لي ان الباتري ده 1.5 فولت يخرج لي اعلى كارنت اللي هو الاي جي اللي هو 400 مايكرو. الاي جي ده هيبقى قيمته كام في بي على كل الاراضي؟ الار بتاعت الجالفرميتر، الار في اللي انا واخدها من اليوستات، القيمه اللي انا واخدها من اليوستات وقيمه محصوره ما بين زيرو و 6565 اوم. الار في دي مش زيرو، الار في دي مش 6565، الار في دي رقم بتوين زيم، رقم بتوين زيم دي فاريبل ريزيستنس لازمتها يعني بعد شويه دي رقم بينهم، يعني الار في مش صفر، الار في مش 6565، الار في رقم بتوين زيم، والار سي اللي هي 3000 اوم، والار جي اللي هي 250 اوم، والار سمول عندها بتبقى 1 اوم. بس الارقام دي في المسائل بتختلف، الارقام بتختلف. الريزيستنس اللي جوه الجهاز هي الار سي بلس الار جي بلس الار في بلس الار سمول، دي اجهزه جوه الجهاز، دي ريزيستنس جوه الجهاز بنسميها ار اوميتر. بمعنى ان القانون ده له فورمه ثانيه، بدل ما اقول اي جي ايكوال في بي على ار جي بلس ار في بلس ار سي بلس ار سمول، لا اقول اي جي ايكوال في بي على ار اوميتر، حيث ار اوميتر هي ار جي بلس ار في بلس ار سي بلس ار سمول. امتى استخدم ده وامتى استخدم ده؟ والله في المسائل لو قال لي ار اوميتر بتساوي كذا يبقى استخدم ده، لو في المسائل فنطها وقال لي الجالفرميتر ريزيستنس كذا والفاريبل ريزيستنس كذا والستاندرد ريزيستنس كذا والار سمول كذا يبقى استخدم ده. يبقى دي اي جي في بي على كل الاراضي، كل الاراضي اللي هي ار جي وار في وار سي وار سمول، وكل دي ريزيستنس انسايد الجهاز، فبنسميها ار اوميتر، يعني الار اللي جوه الاوميتر، الار اللي جوه الاوميتر. الار جي بلس ار في بلس ار سي بلس ار سمول، يا اما اكتبه مفرط كده يا اما اكتبه متجمع بالشكل ده. الاي بي الاي جي في بي على ار اوميتر. دي الحاله الاولى ان اكون مركب من بره ريزيستنس قيمتها زيرو. الحاله الثانيه والاخيره ان اركب ريزيستنس خارجيه اسمها ار اكس. احط من او بي ريزيستنس خارجيه اسمها ار اكس. كده في الحاله ديت حطيت ريزيستنس بالحقيقه وحقيقي. الكرنت اللي ماشي هينخفض عن الاي جي. هينخفض عن الاي جي هيبقى اسمه اي. يبقى الجهاز داخل له كرنت اسمه اي اقل من الاي جي. يبقى البوينتر مش هروح للاخر، قبل الاخر بشويه، قبل الاخر بشويه. في الحاله دي الاي هيساوي ايه؟ الاي اللي ماشي هيساوي ايه؟ هيساوي في بي على كل الارات. في بي على الار جي والار في والار سي والار سمول بلس ار اكس. الار اكس اللي هي الار اكسترنال، الار اكسترنال، الار اكسترنال اللي هي الار اكس. الاي هيساوي في بي على كل الارات. كل الارات اللي هي الار جي والار في والار سي والار سمول والار اكس اسمها ار اكسترنال. ممكن اكتبه كده او اخفضه شويه اقول يبقى الاي بتساوي في بي. الاربعه دول جوه الجهاز فبنقول عليهم ار اوميتر، والار اكسترنال دي اوت سايد الجهاز، دي اوت سايد اوت سايد اوت سايد الجهاز بنقول ار اكسترنال ار اكسترنال. يبقى استخدم ده لو اداني الحاجات مفرطه زي ما تشوف المسائل، استخدم ده لو متجمعه. هحفظ لما يبقى هنا مكتوب اي يبقى في ار اكسترنال، لما يبقى ما فيش ار الار بزيرو، لما تبقى الار اكسترنال بزيرو، لما تبقى الار اكسترنال بزيرو يبقى ما فيش ار اكسترنال ويبقى اسمه اي جي. الاي جي لما اكون حاطط ريزيستنس زيرو، الاي جي لما يبقى هنا في ريزيستنس زيرو، الاي لما يبقى في ريزيستنس بحاول حقيقي، الاي لما يبقى فيه ار اكس. يبقى بتكتب اي تكتب ار اكس،
تكتب اي تكتب ار اكس، تكتب اي جي تكتب زيرو. اي يبقى في ار اكسترنال، اي جي يبقى هنا بدلها زيرو، بدلها زيرو. يبقى هم دول القانونين بتوع الاوم ميتر، بتوع الاوم ميتر، دول القانونين بتوع الاوم ميتر. اي يبقى في ار اكسترنال، اي جي يبقى ما فيش ار اكسترنال، يبقى بلس زيرو بلس زيرو بلس زيرو. اي يبقى في ار اكسترنال، ما فيش ار اكسترنال يبقى اسمه اي جي، ما فيش ار اكسترنال يبقى اسمه اي جي. طبعا هنا في الجهاز ده عكس الجهازين، عكس الاميتر والفولتاميتر. في الاميتر كان في الاميتر مثلا الاي جي ده قليل والاي هو الاكبر، في الاميتر العكس، الاي جي هو الكبير والاي هنا هو الصغير. ده الاي لما يبقى فيه ار اكسترنال، الاي جي لما يبقى الار اكسترنال بزيرو. يبقى في الاميتر عكس الاميتر، في الاميتر عكس الاميتر، في الاميتر الاي جي صغير والاي كبير، في الاميتر الاي جي كبير والاي هو الصغير، والاي هو الصغير. يبقى دول القانونين بتوع الاوم ميتر. اسهل احفظ الفورما المختصره ان الاي جي بيبيع على الاروميتر وخلاص، ولو احتجت تفك الاروميتر يبقى الاروميتر هي الريزستنس جوه الجهاز، اللي هي الار جي والار سي والار في والار سمول. ده الاي جي بيبيع على الاروميتر يبقى الاي اكسترنال بزيرو. الاي ايكوال في بي على ار اوميتر بلس ار اكسترنال، يبقى في ار اكسترنال، اما يبقى في ار اكسترنال يبقى ده اي يبقى معاها ار اكسترنال، اي جي يبقى معاها زيرو، اي جي يبقى هنا في زيرو، اي يبقى هنا في ار اكسترنال. دول القانونين بتوع الاوم ميتر. طيب احنا خلاص قلنا ان الاي، الاي ايكوال في بي على ار اوميتر بلس ار اكسترنال، والاي جي في بي على ار اوميتر. لو حبيت اجيب ريشيو ار على اي جي، اي على اي جي، اي على اي جي، قانون هنطلعه مهم جدا بنستخدمه في المسائل بشكل فظيع. اي على اي جي، عايز الريشيو اي على اي جي، اي على اي جي، الاي في بي على ار اوميتر بلس ار اكس. الديفايد اقلبه التايمز، الديفايد اقلبه التايمز واشقلب، يبقى ار اوميتر فوق وفي بي تحت، هايست اوف في بي مع في بي، هايست اوف في بي مع في بي، ويبقى اي على اي جي ار اوميتر على ار اوميتر بلس ار اكس. قانون فيري امبورتنت، للاسف الطلبه بينسوا يحفظوه، والمسائل احسن بتاعت الاوميتر دي في الامتحان بيبقى هو ده القانون اللي بيحلها، فبتبقى مهزله في الاوميتر وهي ما واخدينه، بس بيروح عن بالهم يحفظوه. اي على اي جي ار اوميتر على اوميتر بلس ار اكس، اي على اي جي ار اوميتر على اوميتر بلس ار اكس. كمان مره الاي من شويه صغيرين، قلنا في بي على كل ريزيستنس ار اوميتر بلس ار اكس، الاي جي في بي على كل ريزيستنس ار اوميتر بس بلس زيرو بلس زيرو. اي على اي جي، عايز اي على اي جي، يبقى ده اهو، والديفايد اقلبه طيب وده اشقلبه، هات في بي مع في بي، يبقى اي على اي جي ار اوميتر على اوميتر بلس ار اكس. كان مهم جدا جدا جدا. شويه ملاحظات وشويه جيف ريزون واسئله. جيف ريزون، ليه سكيل اوميتر از نون يونيفورم؟ سكيل اوميتر از نون يونيفورم، يعني ايه نون يونيفورم؟ يعني زيرو 1 2 3 4 5 وهكذا. واحد يقول لي يا مستر ما هو يونيفورم اهو. لا مش يونيفورم، بص المساحه، المسافه دي كبيره، المسافه دي اصغر اصغر واصغر اصغر واصغر واصغر اصغر، ويبدا الارقام تقرب قوي قوي وتلتق في بعضها. ده السكيل كده نون يونيفورم، المسافات مش قد بعضها. ليه سكيل اوميتر نون يونيفورم؟ اصل اي بيساوي في بي، ما هو اللي بيحرك المؤشر ده هنا وهنا وهنا وهنا، الكرنت اسمه اي، حيث الاي في بي على ار اوميتر بلس ار اكسترنال. هنا الاي انفرسي بروبورشنال مع ار اوميتر ومع ار اكسترنال، يبقى الاي هنا انفرسي بروبورشنال مع اثنين ريزيستنس، ده يخلي السكيل نون يونيفورم. عارف لو دي ما كانتش موجوده، لو دي مش موجوده، لو ار اوميتر مش موجوده، يعني الاي كان في بي على ار اكسترنال، كان يبقى الاي انفرسي مع ار اكسترنال، اي انفرسي مع حاجه واحده، كان بقى السكيل يونيفورم. لما الاي يبقى انفرسي مع حاجتين ده يخلي السكيل نون يونيفورم، نون يونيفورم، عشان الحاجه تبقى يونيفورم لازم حاجتين بس اللي يكونوا بيتغيروا مع بعض. حاجتين بس، لا معلش بقى، ده هنا الاي انفرسي مع الاوميتر، الاي انفرسي مع ار اكسترنال. النتيجه دي ان في حاجتين الاي معاهم انفرسلي، ده يخلي السكيل از نون يونيفورم. يبقى جيف ريزو ليه سكيل اوميتر از نون يونيفورم؟ اقول له عشان الاي انفرسي مع الاوميتر بالاضافه الى ار اكسترنال.
عشان اي انفرس فانكشن مع ار اوميتر بالاضافه الى ار اكستندر. اي انفرس مع حاجتين، ار اوميتر وار اكستندر، ده يخلي السكيل نون يونيفورم، يخلي المسافات مش قد بعضها والمسافات تتقارب ناحيه الشمال. المسافات كل ما اقرب من الشمال تلزق خالص في بعضها، تلزق خالص في بعضها. يبقى ده اول ديفريزو، السكيل بتاع الاو ميتر نان يونيفورم عشان الاي انفيرس مع حاجتين مع ار اوميتر ومع ار اكسترنال. ديفريزو دي سكيل الاوميتر عكس سكيل الاميتر، بمعنى ان في الاميتر كان بيبقى صفر على الشمال 0 1 2 3 4 لغايه الاخر، في الاوميتر الصفر على اليمين 0 1 2 3 4 لغايه وماشي الناحيه دي. ليه سكيل الاميتر بيزيد ناحيه الرايت وليه سكيل الاوميتر بيزيد ناحيه الليفت؟ بيزيد ناحيه الليفت. الله، اصل الاي بيكوال في على ار، الاي ايكوال في على ار، يعني الاي انفرس مع الار، الاي انفرس مع الار. لما الار تبقى صغيره يبقى الاي كبير، لما الار تبقى صغيره يبقى الاي كبير. لما الار تبقى صغيره يبقى الاي كبير، ولما الار تبقى كبيره يبقى الاي صغير، لما الار تبقى كبيره يبقى الاي صغير. فعشان كده تلاقي في الاميتر السكيل ماشي من الشمال لليمين، في الاميتر السكيل ماشي من اليمين للشمال. عشان يعني لو جبنا اميتر وجبنا اوميتر، لو جبنا اميتر وجبنا اوميتر، لا الاميتر بتدريجه صفر على الشمال ويزداد ناحيه اليمين، الاوميتر صفر على اليمين ويزداد ناحيه الشمال. لو حطينا كده الجهازين جنب بعض اميتر واميتر، ده سكيل الاميتر بيزيد تو ذا رايت وسكيل الاوميتر بيزيد تو ذا ليفت. ايه السبب؟ الاي انفرس مع الار، الاي انفرس مع الار. عند الار الصغيره الاي كبيره، وعند الار الكبيره الاي صغير. يبقى عشان السكيل بتاعنا مش السكيل اميتر عكس الاوميتر، عشان الاي انفرس مع الار. عند اللو ريزيستنس بيعدي هاي كرنت، وعند الهاي ريزيستنس بيعدي لو كرنت. بعد كده ليه في الباتري شود بي كونستانت؟ الاوميتر جواه باتري، قلنا قيمتها 1.5 فولت، نشوفها كده تاني. الاوميتر جواه باتري قيمتها 1.5 فولت، المفروض البطاريه دي على طول لازم تبقى ثابته عند 1.5 فولت. البطاريه دي المفروض تبقى ثابته على طول عند 1.5 فولت، لازم تبقى ثابته عند 1.5 فولت. يعني البطاريه دي بنغيرها كل اسبوع، كل اسبوع كده حتى وهي سليمه، نشيلها ونرميها ونحط واحده غيرها. مش مسموح ان البطاريه دي تقل عن 1.5 فولت، مش مسموح ان البطاريه تقل عن 1.5 فولت. المفروض تبقى على طول الفي بي بتاعتنا ثابته. ايه السبب؟ لازم 1.5 فولت على طول، لازم على طول البطاريه تبقى 1.5 فولت على طول. ايه السبب؟ تعال نشوف ايه السبب. بصفه عامه المؤشر بيتحرك، المؤشر بيتحرك بسبب الكارنت، والكارنت ده خارج من الباتري، والجهاز ده كان متصمم على ان الفي بي 1.5 فولت، 1.5 فولت كان متصمم الجهاز على ان الفي بي 1.5 فولت، 1.5 فولت. طب لو فرضنا البطاريه، لو فرضنا ان البطاريه قلت عن 1.5 فولت بقت 1 فولت، بقت 1 فولت، يبقى الكرنت اللي ناتج دلوقتي مش هو الكرنت اللي كان المفروض ينتج. يبقى المؤشر روح في حته مش هي الحته اللي كان المفروض يروحها، يبقى كده مش هيبقى هي، مش هيبقى صح. الجهاز متصمم والارقام اللي فوق دي اتكتبت على اساس ان في 1.5 فولت. طب مع الاستخدام البطاريه قلت ما بقتش 1.5 فولت، بقت 1 فولت بس. يبقى الكرنت اللي ناتج قيمته اقل من اللي المفروض كانت تطلع. يبقى المؤشر بقى يروح مكان غير اللي كان المفروض يروحه. يبقى القرايه اللي بحصل عليها قرايه مش هي اللي المفروض كنت تاخدها، يبقى القرايه بقت نوت اكيوريت، ما بقتش دقيقه كده. لازم الفي تبقى ثابته 1.5 فولت عشان الكرنت يطلع بالظبط زي ما هو المفروض يطلع. يطلع كان زي ما هو المفروض يطلع، المؤشر يروح في المكان اللي هو المفروض يروحه. اخد القرايه الصح. اه مريم، مريم رفع ايدك. ايوه ماشي، هو اشمعنى 1.5؟ هو ممكن اثبت على حاجه ثانيه. حطي الرقم اللي انت أيوة عايزاه. ايوه بتكلم اهو، هل سمعني؟ حطي الرقم اللي انت عايزاه بس غيري في قيم الريزيستنس بحيث يعدي كارنت 400 مايكرو امبير اللي هو الاي جي بتاع هذا الجرافيت اللي احنا شايلينه. فالمؤشر لابعد حته اللي هي بكتب عندها زيرو، ماشي. استخدمها قيمه 3 فولت، ماشي، ما جراش حاجه.
بس هنغير في قيم الريزيستنس اللي موجوده، بحيث في النهايه الجنريتور يخش له كرنت 400 مايكرو امبير. ال 400 مايكرو امبير دول ده الكرنت اللي يخلي الجنريتور مؤشره ينحرف لابعد حته. اللي هي مكتوب عندها صفر، اللي هي مكتوب عندها صفر، مش عادي براحتك، مش مهم 1.5 فولت. بس الريزيستنس الارضي مش هيبقى 3000 اوم. والارضي مش هيبقى هي الرقم اللي احنا قلناه ما بين 0.6565 اوم. هنتايم نغير في الفاليوز دي. بحيث في النهايه الاي جي يبقى لازم 400 مايكرو، ده الاساس عندي، الاي جي 400 مايكرو. ده اللي لو دخل على الجنريتور المؤشر يروح لابعد حته. اللي احنا بنكتب عندها صفر. فمش هيجرى حاجه. هما ليه خدوا 1.5 فولت؟ عشان 1.5 فولت ده من الحجر واحد. لكن لو قلت 3 فولت يبقى الزبون هيشتري حجرين. الزبون اللي كان هيشتري حجرين ايه اللي اعرف ده؟ هيشتري حجرين. خليها يا عم حجر واحد ونظبط الريزيتا بحيث في النهايه الحجر الواحد ده يخلي الكرنت 400 مايكرو يخش على الجهاز. فالمؤشر لما يروح في ابعد حته يبقى دي الحته المكتوب عندها صفر. بس. يبقى الاي ايكوال في بي على ار توتال على التوتال ريزيست على التوتال ريزيستنس. بنكمل موضوعنا تاني. ونقول نوتس ملاحظات. ملاحظات ايه الملاحظات ديك؟ لو انا حطيت ريزيستنس زيرو، لو انا هنا حطيت ريزيستنس زيرو، لو حطيت ريزيستنس زيرو يبقى يعدي لي اعلى كرنت في السيركت. اعلى كرنت هيعدي لي اعلى كرنت في السيركت. اعلى كرنت كده هيعدي في السيركت. اعلى كرنت هيعدي في السيركت اللي هو الاي جي. المؤشر هيروح عند الصفر. يبقى لما اقول زيرو اكسترنال ريزيستنس، زيرو اكسترنال ريزيستنس يناظرها ان البوينتر يروح فول سكيل ديفليكشن. البوينتر يروح لفول سكيل ديفليكشن اللي هو يعني يوصل عند زيرو، اللي هو يوصل عند زيرو. يبقى زيرو اكسترنال ريزيستنس يناظرها ماكسيمم كرنت باس اللي هو الاي جي وماكسيمم ديفليكشن البوينتر. البوينتر يروح لابعد حته، ابعد حته بالنسبه لنا هي الزيرو، ابعد حته بالنسبه لنا هي الزيرو، ابعد حته بالنسبه لنا هي الزيرو. بعد كده لارجر اكسترنال ريزيستنس، لارجر اكسترنال ريزيستنس، لو حطيت ريزيستنس عاليه جدا. لارجر اكسترنال ريزيستنس، لو حطيت ريزيستنس عاليه جدا. ايه اللي هيحصل؟ الكارنت مش هيقل شويه. يبقى سمول كارنت باس. سمول كارنت باس وسمول ديفليكشن. يعني ريزيستنس يعني هنا هيقرا ريزيستنس كبيره. تاني لما احط ريزيستنس كبيره قوي هنا. لما احط ريزيستنس كبيره قوي هنا اهو. ايه اللي هيحصل لما احط ريزيستنس كبيره قوي هنا اهو؟ يبقى في الحاله دي سمول كارنت باس. سمول كارنت باس والمؤشر يحرفه يبقى بسيط. يبقى تاني زيرو اكسترنال ريزيستنس. زيرو اكسترنال ريزيستنس يناظرها كرنت كبير جدا بيخش. والبوينتر اللي كان واقف عند الانفينيتي ينحرف انحراف بعيد جدا. زيرو اكسترنال ريزيستنس يناظرها هاي كرنت باس او ماكسيمم كرنت باس اللي هو الاي جي. والبوينت اللي كان واقف هنا ينحرف انحراف كبير جدا. هاي ديفليكشن. البوينت يروح لابعد حته. لو شلت وحطيت لارجر اكسترنال ريزيستنس عاليه جدا هيمر لي سمول كرنت، هيعدي سمول كرنت. والبوينت سمول ديفليكشن، طيب بعد كده هوك عشان نحل المسائل. اولا الاي جي 400 مايكرو امبير، البي بي 1.5 فولت، غير مسموح استخدام هذه الارقام في المسائل. الارقام دي بس عشان عندنا شويه جيف ريدر وشويه نوتس عشان نفهمها. لازم يبقى عارفين الاي جي لازم 400 مايكرو. ده اللي كرنت اللي يخلي البوينتر يروح لابعد حته. اللي هلاقي مكتوب عندها زيرو. والفي 1.5 فولت، ولما اكون مركب ار اكس قيمتها زيرو، ريزيستنس خارجيه قيمتها صفر، يبقى هيخرج من الباتري اعلى كرنت الاي جي اللي هو 400 مايكرو. والمؤشر حلف اعلى انحراف اللي هو الزيرو، طيب لو جه قال لي احسب الريزيستنس اوف الاوميتر، احنا خدنا الاي جي ايكوال في بي على الاوميتر. الاي جي 400 مايكرو
يعني 400 تايمز 1096 والفي بي 1.5 فولت على ار اوميتر، ما احنا قلنا بيبقى اي جي يبقى الار اكس بزيرو، لما يبقى اي جي يبقى الار اكس بزيرو. احسب ار اوميتر اللي هي 3750 اوم، يعني الريزيستور دي كلها قيمتها 3750 اوم. واحد يقول لي ازاي يا مستر ده قيمته 3750 اوم؟ اقول لك ازاي. المفروض الريزيستور في ار سي بلس الار جي بلس الار في، سيبك من الار سمول دي تبقى واحد اوم اي كلام، سيبنا من الار سمول. المفروض الار سي بلس الار جي بلس الار في ب 3750 اوم. طب دي جت ازاي؟ اقول لك جت ازاي؟ الار سي 3000 فيكسد 3000 والار جي 250، يبقى دي بلس دي بقى 3250. يتبقى كام من 3750؟ يتبقى 500 اوم. انا واخد من الاستاذ دي 500 اوم بس. هي ممكن تديني من صفر حتى 6 5 6 5 اوم 6565 اوم. انا ما باخدش منها غير 500 اوم بس. ممكن اخد منها من صفر حتى 6565 اوم، من صفر حتى 6565 اوم انا ما بحتاجش منها غير 500 اوم بس. واحد يقول لي طب ليه يا مستر هي رينج بتاعها واسع قوي كده؟ اصل دي مش معموله للاوميتر بس، دي معموله لكل الاجهزه الالكترونيه، موجوده في التلفزيون وفي اللابتوب وفي التكييف، كل حاجات كتيره جدا. فهو الراجل المصنع بيصنعها برينج واسع، وانت خد منها اللي انت عايزه. انا في الجهاز ده ما بحتاجش منها غير حوالي 500 اوم فقط بس. الار اوميتر تاني ازاي احسبها؟ الار جي في بي على الار اوميتر. الار جي 400 مايكرو يبقى 400 في 10 6، والبي 1.5 على الار اوميتر. نحسب الار اوميتر تطلع 3750 اوم. طب دي الار سي لوحدها فيكسد ما بقدرش اتحكم فيها، فيكسد 3000 والار جي فيكسد 250، يبقى كده 3250 هيتبقى من ال 3750 500 اوم. يبقى انا الريوستات دي واخد منها 500 اوم فقط، مع ان هي متاح ان تديني من زيرو حتى 6565 اوم. طب انا ليه عاملها فاريبل؟ هو بعدين نعرف ايه الفاريبل. ما انا كنت حطيت فيكسد 500 وخلاص، فيكسد 500 وخلاص. دي مشكله كبيره جدا هنعرفها بعد دقايق. بنخليها فاريبل، باخد منها 500 صحيح، بس ما ينفعش احطها فيكسد. ليه؟ هنعرف بعد شويه. يبقى الريزلت جوه الجهاز 3750 اوم. كل دي افكار مسائل، بس ممكن يغير الارقام، يعني يقول لك الار جي رقم ثاني والفي بي رقم ثاني، واحسب الار اوميتر، واحسب الوحده قد ايه من الريوستات زي ما هتشوف بعد شويه. هيبقى مغير الار جي شويه من 400 خليها 350 مايكرو مثلا، الفي بي بدل 1.5 يبقى 2 فولت، ويقول لك احسب الار اوميتر هيطلع رقم تبع مختلف، وهيكون الار سي مدالك مختلفه والار جي مختلفه، ويقول لك طب احسب الريوستات احنا واخدين منها كام؟ لانه ما ينفعش يستخدم الارقام اللي هي في المسائل، ولا يبقى الطالب حافظ الاجابات، يبقى الطالب حافظ الانسر. يقول لي في المسائل اركب ار اكسترنال قيمتها كام عشان البوينتر يروح لهاف سكيل. كل دي افكار مسائل مش حفظ، كل دي بس تذاكر كويس وتتفهم المسائل. يقول لي انا عايز المؤشر يروح لنص السكيل مش لاخره، اركب ار اكس بكام؟ الزيت الخارجيه قيمتها كام؟ انا عايز المؤشر يروح لنص السكيل ما يروحش لاخره. اركب ار اكس قيمتها كام؟ والله المؤشر يروح لاخر السكيل انا ادخل له كارنت 400، يبقى نص السكيل معناه داخل له كارنت 200 مايكرو. المؤشر يروح لاخر السكيل لابعد حته في السكيل اما يكون داخل له 2400، المؤشر يروح لنص السكيل اما يكون داخل له 200 بس، اما يكون داخل له 200 بس نص 400. اركب ار اكس بكام؟ خلاص بقى ده اي بقى، يبقى في على ار وميتر بلس ار اكس. قلنا ما يبقى اي يبقى في ار اكس، اي يبقى في ار اكس. الاي هنا نص الاي جي، المؤشر راح لنص السكيل. السكيل الكامل بيبقى الكرنت 2400، نص السكيل يبقى نص 400 يعني 200. يبقى الاي 200 مايكرو يعني 200 تايم 2.6. الفي 1.5 والار اوميتر 3750 من الحته اللي فوق بلس ار اكس، يبقى ركب ار اكس كبتها 3750 اوم، يبقى المؤشر يروح لنص السكيل، المؤشر يروح لنص السكيل. لو ركبت ار اكس كبتها 3750 اوم المؤشر يروح لنص السكيل. كل دي افكار مسائل. يقول لي اركب ار اكس كبتها كام عشان ما يروح لربع السكيل؟ ربع السكيل ربع السكيل ربع السكيل ربع السكيل، ده يبقى الكرنت الداخل ربع 400، ربع 400 يعني 100 مايكرو امبير. 100 في تايم 0.6 على 1.5 والار اوميتر ثابته 3750 بلس الار اكس، احسب الار اكس اللي هي 11250 اوم. يقول لي اركب اكسترنال ريزيستنس كبيتها كام عشان تروح لربع السكيل؟ انا السكيل الكامل 400 مايكرو، يبقى ربعه 100 مايكرو. 100 تايم 10.6 والفي بي 1.5 والار اوميتر حاسبينها في الصفحه اللي فاتت 3750
بلس ار اكس، يبقى اركب ار اكس قيمتها 11250 اوم، المؤشر يروح لربع ربع ربع السكيل. اركب ريزيست خارجيه 3750 اوم، المؤشر يروح لنص السكيل. اركب ريزيست خارجيه قيمتها صفر، المؤشر يروح لاخر السكيل اخر السكيل اخر السكيل. كل دي ارقام مش حفظ، دي بس عشان لما نيجي نحل المسائل هتبقى عارفينها. نبقى عارفين اللي بيودي المؤشر للاخر هو الاي جي، اللي بيودي المؤشر لنص السكيل نص الاي جي، اللي بيودي المؤشر لربع السكيل ربع الاي جي، اللي بيودي المؤشر لتلت السكيل تلت الاي جي. والاي جي بقى في المسائل هيختلف عن اللي احنا بنقوله. ايه وظيفه الريوستات؟ انا ليه الريوستات ديت حطيتها فاريبل؟ ليه ما حطيتهاش فيكسد؟ ما احنا قلنا بناخد 500 اوم. قلنا بناخد منها 500 اوم، يعني هي ممكن تديني من زيرو حتى 6565 اوم. ليه انا باخد 500 بس ما كنت حطيتها فيكسد؟ ما ينفعش احطها فيكسد. ليه ما ينفعش احطها فيكسد؟ السبب ان الارقام اللي اتحسبت دي كلها اتحسبت عند الستاندرد تمبريتشر، خدته في ثانيه ثانوي الاس تي بي. الستاندرد تمبريتشر هي حراره 27 دجري سيلسيوس. كل الحسابات دي اتعملت عند الاس تي بي او الان تي بي نورمال تمبريتشر اند بريشر عند حراره 27 درجه. كل الحاجات اتحسبت عند 27 درجه. طب افرضوا في يوم كان الجو حار جدا، في يوم صيف الحراره 45، معروف ان الريزيستنس بتزيد مع الحراره، الريزيستنس بتزيد قيمتها مع الحراره. انا المفروض عشان الجهاز ده يشتغل صح لازم تبقى الار او ميتر 3750 اوم، فيبقى الار جي 400 مايكرو والمؤشر عند الزيرو. طب لو يوم الجو حر الريزيستنس دي هتزيد قيمتها عن ما هي عليه، مش هتبقى 3750 اوم، هتبقى 3760 اوم بسبب الحر، زادت 10 اوم بسبب الحر. يبقى كده الكرنت اللي ماشي الاي جي مش هيبقى 400، هيبقى اقل شويه، هيبقى 390. يبقى المؤشر مش هيبقى عند الصفر. يبقى لو يوم الجو حر هلاقي المؤشر مش عند الصفر، الريزيستنس زادت عن المسموح بيه. او ما انا اعمل ايه؟ الريوستات دي الطبيعي اللي انا كنت باخده منها 500 اوم، ده بسبب الحر الريزيستنس زادت 10 اوم، انقص اللي انا واخده منها 10 اوم، يعني بدل ما اخد منها 500 اوم اخد منها 400 اخد منها 490 اوم بس، بحيث يفضل الار توتال 3750 اوم، فيفضل الجي 400، فيفضل مؤشر عند الصفر. لو يوم الجو ساقعه قوي قامت الريزيستنس قيمتها انخفضت، بدل ما هي 3750 اوم بقت 3740 اوم. يبقى كده الكرنت اللي ماشي هنا داخل اكتر سنه من الجي، يبقى المؤشر يروح ابعد سن عن الزيرو. الاقي المؤشر بعيد سن عن الزيرو، اقول اصل الجو برد فالريزيستنس قلت فالكرنت زاد، اروح مزود اللي انا واخده من الريوستات. بدل ما كنت واخد منها 500 اوم اخد منها 510 اوم، فرجع الار توتال تفضل كونستانت 3750، فيفضل الجي 400، فيبقى المؤشر عند الصفر وانا مركب من بره الريزيستنس زيرو. يبقى هنا ما ينفعش احطها فيكسد. لو حطيتها 500 اوم فيكسد ويوم الجو حر الريزلت هتزيد عن المقدر لها، الكرنت هيقل عن المقدر له، المؤشر يروح مكان غير المفروض يروحه، الاقي المؤشر مش واقف عند الصفر. وبالتالي هي فيكسد مش هقدر اصلحه، مش هقدر اصلح الوضع. لكن لما تبقى دي فاريبل لقيت المؤشر مش عند الصفر اروح لف الزرار بتاعها يمين شمال لغايه ما اظبطه عند الصفر. يبقى وظيفه الريوستات ادجاست الزيرو ريدنج بفور ميجرنج. انا ماشي في الشارع وعايز اتوزن، لقيت واحد عنده ميزان، قبل ما اطلع الميزان لازم المؤشر يبقى عند الصفر. لو لقيت المؤشر مش عند الصفر اقول للراجل الجهاز مش مظبوط، اظبط لي المؤشر عند الصفر لو سمحت. الراجل هيفتح علبه كده ويلف الزرار، ابص الاقي المؤشر ده عند الصفر. هو ايه اللي حصل؟ الراجل الريوستات بيحركه، الريوستات بيحركه بحيث لو الجو حر ينقص اللي واخده من الريوستات، لو الجو برد يزود اللي واخده من الريوستات. ساتش ذات التوتال ريزيست للجهاز كيب كونستانت، اللي هي 3750 اوم تفضل ثابته، تفضل ثابته. الحراره زادت الحراره قلت بلعب في الريوستات بحيث اخلي الار توتال ثابته، فيبقى المؤشر في وضعه الطبيعي عند الصفر والكرنت داخل له 400 مايكرو امبير. يبقى وظيفه الريوستات ادجاست الزيرو ريدنج بيفور ميجر، تملي قبل ما ابدا اقيس بالاوميتر، حاجه كده الناس الفنيين بيبقوا متعودين عليها. قبل ما يستخدم الاوميتر بيبقى الطرفين بيبعدوا عن بعض، يروح يلمسهم في بعض، لازم المؤشر يبقى عند الصفر، لازم المؤشر يبقى عند الصفر قبل الاستخدام. لا المؤشر مش عند الصفر يلعب في الريوستات.
يحرك في الريستات يمين وشمال لغايه ما يظبط الصفر. يبقى هي دي وظيفه الريستات ادجاست الزيرو لينج بفول ميجرنج. وات هابن؟ وات هابن لو الريستات الفاريبل دي كانت فيكسد؟ لو الريستات الفاريبل كانت فيكسد يبقى مع ارتفاع حراره الجو هتزداد الريزيستنس فهيقل الكرنت عن ما هو مقدر له، فالمؤشر يروح في مكان غير المفروض يروحه ويبقى لقيت الجهاز مش دقيقه. فيوم الجو ساقع الريزيستنس هتقل عن القيمه المقدر لها، الكرنت اي جي هيزيد عن ما هو عليه، البولت هيتحرك بعيد عن الصفر. يبقى ما ينفعش هذا الكلام، ما ينفعش ابدا الريزيستنس يبقى فيكسد، لا هي فاريبل، هي فاريبل. انا ساعتها باخد منها 500 اوم، باخد منها 500 اوم عند حراره 27 ديجري سيليزيوس، عند الاس تي بي او الان جي بي النورمال تمبريتشر اند بريشر او الستاندرد تمبريتشر اند بريشر، لكن مش كل يوم الحراره 27، ايام الحراره تبقى 45، ايام الحراره تبقى 16، فبتختلف، فبالتالي الريزيستنس هتختلف، فبالتالي وضع المؤشر مش هيبقى ثابت عند الصفر. وفي كل مره بمبدا الياس لازم احط ايه وبي فوق بعض، ولازم الاشي يبقى عند الصفر، ما بقاش عند الصفر العب في الريستات، العب في 500 اوم، يزودهم شويه ينقصهم شويه لغايه في النهايه ما يبقى الكرنت اللي ماشي 400 مايكرو امبير والمؤشر عند الصفر، طالما انا مركب من بره ريزيستنس زيرو. يبقى دي وظيفه الريستات، دي وظيفه الريستات، ما ينفعش يبقى فيكسد ابدا، ما ينفعش يبقى فيكسد. ايه وظيفه الستاندرد ريزيستنس؟ ايه وظيفه الستاندرد ريزيستنس؟ ايه وظيفه الار سي اللي هي 3000 اوم؟ وظيفه ال 3000 اوم انا الجالفرومتر عايز 400 مايكرو ولا هيتحرق، فلو انا ما حطيتش ال 3000 اوم هيعدي كارنت اكبر من 400 مايكرو الجهاز هيولع. يبقى وظيفه الار سي 3000 اوم ديكريز الكارنت لغايه ما يبقى قيمته ال 400 مايكرو اللي يستحمله في الجهاز. وظيفه الار سي ديكريز الكارنت اللي ماشي خلال كويل الجالفرومتر فبروتكت الجالفرومتر من يحصل له دامجنج. ايه اللي يحصل لو الار سي مش موجوده؟ لو الار سي مش موجوده يبقى الكرنت اللي يخش الجهاز اكبر بكتير جدا من 400 مايكرو، بتطلع 700 مايكرو 900 مايكرو، يولع في الجهاز، يولع في الجهاز. لا بنحط 3000 اوم عشان اخلي الكرنت اللي ماشي لا يزيد عن 400 مايكرو، فبالتالي بروتكت الجهاز من يحصل له دامج. سؤال بيقول لي ايه اسم الاجهزه اللي عملها بيعتمد على التورك؟ اسماء الاجهزه اللي عملها بيعتمد على التورك، الاجهزه اللي عملها بيعتمد على التورك الجالفرومتر والاميتر والفولتاميتر والاميتر، وفي شابتر 3 ان شاء الله في جهاز اسمه الموتور هناخده في شابتر 3. يبقى دي الاجهزه اللي كل عملها بيزد على التورك، اذا في كرنت ماشي في كويل والكويل محطوط في وسط ماجنتي فلكس الكويل هيتاثر بتورك روتيت ايت. يبقى اسماء الاجهزه اللي عملها بيعتمد على التورك على الروتيشن، يعني على الروتيشن تورك يعني روتيشن. الجالفرومتر عشان مؤشر بيدور، الاميتر مؤشر بيدور، الفولتاميتر مؤشر بيدور، الاميتر مؤشر بيدور، وهناخد في شابتر 3 الموتور، شابتر 3 هناخد الموتور. الاجهزه اللي احنا خدناها دي كلها اللي احنا بنشطب خلاص الاميتر، الاجهزه اللي خدناها دي كلها، الاجهزه دي كلها اجهزه اللي فيها مؤشر بنسميها الانالوج مالتي ميتر، الانالوج مالتي ميتر، الانالوج مالتي ميتر، اجهزه بتعتمد على البوينتر. اجهزه بقى باخد القرايه ازاي؟ ان البوينتر يقف في مكان معين اشوف الرقم اللي واقف عند البوينتر يبقى هي دي القرايه. دي اجهزه خلاص بدات تفنى من السوق. الاجهزه اللي فيها مؤشر بدات تختفي من الاسواق. وبدات اجهزه جديده تظهر، اجهزه بنقول عليها ديجيتال مالتي ميتر. الديجيتال مالتي ميتر اجهزه رقميه، اجهزه قياس رقميه. يعني ايه اجهزه قياس رقميه؟ يعني يبقى الجهاز كده انا قست مثلا ريزيستنس كانت 50 اوم، الاقي الشاشه مكتوب عليها 50 اوم، الاقي الشاشه مكتوب عليها 50 اوم، الاقي الشاشه مكتوب عليها 50 اوم، رقم 50 اوم. الريزيستنس 70 اوم، الاقي الشاشه مكتوب عليها 70 اوم. دي بنقول عليها الديجيتال مالتي ميتر. انالوج يعني بوينتر بيتحرك، ديجيتال يعني ارقام بتظهر وتتبع على الشاشه، ارقام بتظهر وتتبع على الشاشه. الارقام دي بتتكتب ازاي؟ هناخدها في شابتر 8 في شابتر 8 في شابتر 8 بس ممكن ننوي عنها دلوقتي. لو بصيت كويس في الديسبلاي بتاع الاسانسير، او لو بصيت كويس ودققت كويس قوي في الاله الحاسبه، الاله الحاسبه هتلاقي ان في لمبات مدوره صغيره بتعمل لك الارقام، بتعمل الارقام ازاي؟ يعني بتعمل ارقام، هقول لك بتعمل ارقام ازاي وهناخدها ان ديتيلز في شابتر 8. تلاقي كده الشاشه مكتوب عليها 63. ايه اللي حصل؟ دي لمبه ودي لمبه ودي لمبه ودي لمبه ودي لمبه ودي لمبه، وفي هنا لمبه بس مطفيه، ودي لمبه ودي لمبه ودي لمبه ودي لمبه ودي لمبه، في هنا لمبه بس مطفيه وهنا لمبه بس مطفيه. الرقم بيطلع بحيث ان المنور هو اللي يظهر،
والماتش ما يظهرش. لو بصيت كويس في الآلة الحاسبة، دققت قوي في الآلة الحاسبة، هتلاقي إن بيبقى فيه كده حاجة اسمها 7 لمبات. فين ال7 لمبات دول؟ عد معايا، 1 2 3 4 5 6 منورين، والسبعة هي مطفية. بيبقى رقم مكتوب على شكل حرف 8، حرف 8 8 8، بس كل اللمبات بتاعت حرف 8 دي مطفية. الرياضة الحقيقية هي اللي اللمبات الصغيرة دي بتنور. يعني التلاتة دي في كام لمبة منورة فيها؟ 1 2 3 4 5، 5 منورين، ودي مطفية ودي مطفية. اللمبات الصغيرة اسمها الليد، اسمها الليد، الليدات. انت لو دقت في الآلة هتلاقي حرف الايت مكتوب، بس لما تيجي تكتب رقم هتلاقي الرقم مكتوب وفي لمبة مطفية، اللي هي عشان الرقم يبقى ظاهر. يعني السكس دي عشان تبقى سكس يبقى لازم اللمبة دي تطفي، الثري دي عشان تبقى ثري يبقى اللمبة دي تطفي، واللمبة دي كمان تطفي. هو ده النظام، اسمه الديجيتال، نظام اسمه الديجيتال. وهناخده ان ديتيلز، ازاي الحاجات دي بتتكتب ان ديتيلز في شابتر 8. في شابتر 8 دي اسمها الديجيتال مالتي ميتر، ان على طول على الشاشه يطلع لي الرقم. اما الانالوج بيبقى بوينتر وبيقف في حته معينه، بوينتر بيقف في حته معينه على حسب ما يقف يبقى هدي القرايه. طبعا الديجيتال ادق من الانالوج. الديجيتال خلاص الرقم اتكتب لي 63، خلاص 63. لكن انا ممكن على الانالوج كده المؤشر ده وقف في الحته دي، اقول هي دي 18 ولا 19؟ 18. يجي واحد يقول لي يا مستر 19. الانالوج ما بقاش الاكيورسي بيه عاليه، لكن الديجيتال خلاص هو اتكتبت، كتبت 63 يبقى هي 63. فالديجيتال اداء من الانالوج. الاجهزه دي كلها دلوقتي ما بقتش موجوده في السوق خلاص. كل اللي موجود الديجيتال، كل اللي موجود دلوقتي في السوق هو الديجيتال. وهندرسه في شابتر 8، في شابتر 8 اخر شابتر، او بمعنى اصح اخر حصه ونص في المنهج. هندرس الارقام دي بتتكتب ازاي، الارقام دي بتتكتب ازاي، بس تبقى عارف ان كل حاجه هي 8 8 بالانجلش، 8 بالانجلش. فيها 7 لمبات، 1 مطفيه، 2 3 4 5 6 7، 7 لمبات. على حسب الرقم في لمبات بتنور ولمبات بتطفي. عشان السكس تطلع في لمبه واحده مطفيه اللي هي دي. عشان الثري تطلع في لمبتين مطفيين، دي مطفيه ودي مطفيه. ده اسمه نظام الديجيتال، ده اسمه نظام الديجيتال. لو قال لي كومبير بالسكيل بتاع الجالفوميتر والاميتر والفولتاميتر والاوميتر والديجيتال مالتي ميتر، كومبير بينهم، اقول له الجالفوميتر السفر بتاعه في الوسط، الجالفوميتر السكيل بتاعه يونيفورم والسفر في الوسط، الاميتر السكيل بتاعه يونيفورم والسفر ات ذا ليفت، الفولتاميتر السكيل بتاعه يونيفورم والزيرو ات ذا ليفت، الاوميتر السكيل بتاعه نان يونيفورم، نان يونيفورم والزيرو بتاعه ات ذا رايت. مهم جدا 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 السؤال ده. كومبير ما بين البوينتر في الجالفروميتر والاميتر والفولتاميتر والاوميتر. بوينتر حركه البوينتر والسكيل، اقول له في الجالفروميتر السكيل يونيفورم. طبعا احنا عاوزين ليه السكيل يونيفورم؟ عشان الاي بروبورشن مع سيتا، عشان الاي بروبورشن مع سيتا من السنتين ثلاثه فاتوا. والزيرو في الويست عشان نعين الدايركشن. الاميتر السكيل يونيفورم عشان الاي بروبورشن مع سيتا. بس الزيرو على الدريفت. الفولتاميتر السكيل يونيفورم عشان الاي بروبورشن مع سيتا والزيرو ات الدريفت. الاوميتر السكيل نار يونيفورم عشان الاي انفيرس بروبورشن مع الار اوميتر والار اكسترنال. السكيل نار يونيفورم عشان الاي انفيرس بروبورشن مع الار اوميتر والار اكسترنال. السكيل نار يونيفورم والزيرو ات الدريفت، الزيرو ات ذا رايت، والزيرو ات ذا رايت، الزيرو ات ذا رايت. يبقى لو جبت الامتحان قال لك انهي الجهاز، انهي جهاز اللي فيه زيرو ازرايت، اقول له الاوميتر. انهي جهاز اللي زيرو بتاعه في الويست، اقول له الجالفروميتر. انهي جهاز اللي زيرو بتاعه الزريفت، اقول له اميتر وفولتاميتر. تاني، انهي جهاز اللي زيرو بتاعه الزرايت، اقول له الاوميتر. انهي جهاز اللي زيرو بتاعه في الويست، اقول له الجالفروميتر. انهي جهاز زيرو بتاعه الزريفت، 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 الاميتر والفولتاميتر. كومبير ما بين الانالوج والديجيتال، الانالوج والديجيتال. الانالوج بيبقى بوينتر بيتحرك ويقف عند سيرت الريدنج. الديجيتال بيبقى عباره عن الرقم بيبان على السكرين. الرقم بيبان على السكرين، والرقم ده عباره عن حاجه اسمها 7 ليد 7 لدات. الرقم بيتكتب بحيث ان في لمبات لازم تطفي عشان يدي رقم. ايه الرقم اللي يتكتب يبقى كل لمبات فيه منوره؟ ايه الرقم اللي يتكتب وكل لمبات فيه منوره؟ ال 8 ال 8 ال 8. لما اجي اكتب 8 هيبقى كل لمبات السبعه منورين، 7 لمبات، 1 2
ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. في الإيت هيبقى كل اللمبات منورين، في الثري هيبقى في لمبتين هنا مطفيين. ده لان الجزء الديجيتال ما بقاش فيه خلاص حاجه بمؤشر في السوق، ما فيش حاجه بمؤشر في السوق، ما فيش حاجه خلاص بمؤشر في السوق، كل اللي في السوق دلوقتي هو نظام الديجيتال. خلاص خلص الاميتر ونبدا نخش في المشاريع الجميله. ايوه يا مريم. ايوه مستر، معلش، هو في الديجيتال ده بيقيس الاميتر فين بقى؟ انا بشتري جهاز اميتر، حلو كده، شاشته سكرين ديجيتال، يبقى ماشي. الارقام اللي بتطلع امبير. جهاز تاني اشتريه يعني جهاز اوم ميتر ديجيتال، يبقى الارقام ماشي، اللي بتطلع كلها اوم. اشتريت يعني جهاز تاني بيقيس الاوم يعني. بيقيس الاوم، ماشي، بيقيس يعني الاوم، يبقى اي رقم يطلع في الشاشه ده اوم، ده اوم. ماشي، اشتريت اميتر نوعه ديجيتال، يبقى الارقام اللي بتطلع كلها امبير. اشتريت جهاز فولتاميتر شاشته ديجيتال، يبقى كل او الارقام حاجات اللي بتطلع هيبقى بوتنشال ديفرنس. تمام. وصلت كده؟ وهو ده اللي في السوق دلوقتي، هو ده اللي بيتباع في السوق، لان الاجهزه كلها اللي بمؤشر قراياتها مش دقيقه. ليه مش دقيقه؟ ممكن جدا يقف البوينتر هنا. انت تشوفها 6.1 انا اشوفها 6.2. معايا؟ لكن في الديجيتال الرقم بيتكتب، ما فيهوش كلام، رقم خلاص اتكتب، ما فيهوش نقاش. لكن في الانالوج بيبقى فيه برضه كلام، الى جانب ان الانالوج كنا قلنا الحصه اللي فاتت فيه عيوب، انه بيعتمد على السبرينج، والسبرينج مع الوقت بتفقد الفليكسبيليتي بتاعتها، يبقى مع الوقت اللي هي مش تبقى كما ينبغي. الديجيتال ما فيهوش هذا الكلام، وهندرسه في شابتر 8 ان شاء الله. يعني ده عيوب الانالوج كتيره جدا، ان الاجهزه مع الوقت الكتله بتفقد بسبب التو سبايرال سبرينج، بسبب التو سبايرال سبرينج. مسألة، مسألة هناخدها على طول من الجبل. مسألة بيقول لي عندنا اوم ميتر، الريزستنس بتاعته متي ار جي 250 اوم، الار جي بتاعه 400 مايكرو، لازم المايكرو احوله، المايكرو بيتحول 10 باور نيجاتيف 6، الفي بي 1.5 فولت، والار سمول ب 1 اوم، والار سي ب 3000 اوم. ايه اللي هو عايزه مني؟ بيقول لي قول لي انا واخد من ريوستات ريزيستا قيمتها كام؟ قول لي انا واخد من الريوستات ريزيستا قيمتها كام؟ في الاول خالص ما فيش هنا كلمه ار اكس، ما فيش ار اكس يبقى اقول اي جي ايكوال في بي على كل الاراضي. ما فيش ار اكس، ما دام ما فيش ار اكس يبقى اكتب اي جي، ما فيش ار اكس يبقى اكتب اي جي، وهنا فككها عشان هو فككها، هو فككها لي. بيقول لي انا واخد من الريوستات قد ايه؟ الريوستات باخد منها ما بين صفر و 6550 اوم، يعني كام بالظبط؟ تعالوا نحسبها. الاي جي بيبيع على كل الاراضي، الاي جي 400 مايكرو، يبقى 400 تايمز 10 باور نيجاتيف 6. الفي بي قايل لي 1.5 فولت، الار جي قايل لي 250، الار سي قايل لي 3000، والار سمول ب 1. هحسب الار جي، هحسب الريزيت اللي انا واخدها من الريوستات، هتطلع 499 اوم. هي ليه طلعت 499 مش 500؟ ليه طلعت 499 اوم؟ عشان الار سمول هنا اخدناه ب 1، الار سمول خدناه ب 1، لو كنا واخدينه بزيرو كانت بقت 500 اوم. يبقى الفاريبل ريزيستنس اللي انا واخدها من 499 اوم بس، مع ان هي ممكن اخد منها من صفر حتى 6555 اوم، بس انا مش محتاج منها غير 499 اوم بس. بعد كده الطلب الثاني بيقول لي اركب ريزيستنس خارجيه قيمتها كام عشان البوينتر يروح لربع السكيل، عشان البوينتر يروح لربع السكيل. اركب ار اكسترنال قيمتها كام عشان المؤشر يروح لربع السكيل. السكيل الكامل 400 مايكرو، يبقى ربع السكيل 100 مايكرو. السكيل الكامل 400 مايكرو، يبقى ربع السكيل 100 مايكرو، يعني 156. الفي بي 1.5، الار جي، الار جي مداني 250، الار جي اتحسبت 499، الار جي 3000، والار سمول 1 بلس ار اكسترنال. لما يبقى في ار اكسترنال يبقى ده اي، ار اكسترنال يبقى ده اي، ما فيش ار اكسترنال يبقى ده اي جي، ما فيش ار اكسترنال يبقى ده اي جي، في ار اكسترنال يبقى ده اي. اركب ار اكسترنال كام كام عشان يروح لربع السكيل؟ ربع 400 يعني 100، ربع 400 يعني 100، 100 مايكرو 6. تحسب ار اكسترنال هتطلع ار اكسترنال 11250 اوم. بيقول لي بعد كده اخر طلب، لو حطيت ار اكسترنال ب 400 يعدي لي كرنت كام؟ لو الار اكسترنال كانت ب 400 يخرج لي كرنت كام؟ خلاص الاي في بي على كل الاضاءه،
250 والار في والار سي والار سمول والار اكستنج 400 اللي هو قال لي عليها، هيخرج لي كارنت 3.6 تايم 10 4. هحفظ في المساله ديت، لما يبقى ما فيش ار اكس، لما يبقى ما فيش ار اكس يبقى الكارنت اسمه اي جي، في ار اكس يبقى الكارنت اسمه اي، ما فيش ار اكس يبقى الكارنت اسمه اي جي، في ار اكس يبقى الكارنت اسمه اي. مساله ثانيه شرحه حلوه، هناخدها من الملخص على طول. اميتر الفي ب 1.5 فولت والاي جي 300 مايكرو امبير، اركب ار اكس قيمتها كام عشان بوينتر يروح لتلت السكيل؟ اركب ار اكس قيمتها كام عشان بوينتر يروح لتلت السكيل؟ كمان مره، اميتر الفي بي ب 1.5 فولت والاي جي 300 مايكرو، اركب ار اكس بكام عشان المؤشر يروح لتلت السكيل؟ في خطوه لازم تتعمل الاول، خطوه لازم تتعمل الاول، الطلبه بينسوها فما يعرفوش يطلعوا الرقم بعد كده. في الاول خالص لازم تشوف كل المسائل، الاي جي في بي على الوميتر، الاي جي في بي على الوميتر، الاي جي 300 مايكرو يبقى 300 في 10 6، الفي بي ب 1.5 على الوميتر، حسبنا ده الوميتر طلعت هنا 5000 اوم، جبنا الوميتر خلاص. الاي جي في بي على الوميتر، ما فيش ار اكس يبقى اسمه اي جي، ما فيش ار اكس يبقى اسمه اي جي. الاي جي 300 مايكرو، الفي 1.5 على الوميتر، حسبنا الوميتر طلعت 5000 اوم، ماشي متشكرين. مش عايز الوميتر، عايز ار اكس اللي تخلي المؤشر يروح لتلت السكيل، عايز الار اكس اللي تخلي البوينتر يروح لتلت السكيل. تلت السكيل ده انا السكيل الكامل 300 يبقى تلته 100، السكيل الكامل 300 يبقى تلته 100 مايكرو، طبعا 6 هتساوي في بي على ار اوميتر بلس ار اكستندر، في ار اكستندر يبقى اسمه اي، مفيش ار اكستندر يبقى اسمه اي جي. الاي اللي تخليه المؤشر يروح لتلت السكيل 100 100 في 6، الفي بي 1.5 بالاروميتر حسبناها ب 5000 بلس ار اكستنر، احسب الار اكستنر تطلع 10000 اوم. لو واحد نسي يعمل الخطوه اللي فوق دي يجي تحت، انا عايز ار اكس بكام؟ يتخيل بقى شويه تلت السكيل، يبقى الاي في بي على الاروميتر بلس ار اكستنر، الاي تلت السكيل تلت 300 يبقى 100، ماشي. الفي 1.5 فولت، طب فين الاروميتر؟ ما اعرفش فين الاروميتر، ما اعرفش. ده انا عايز ار اكستندر، يبقى لازم الاروميتر تبقى معايا، يبقى اضطر الاروميتر اجيبها من الخطوه اللي فوق اللي الطلبه بينسوا يعملوها. لازم في الاول في كل المسائل وازيد في بي على الاروميتر واحسب الاروميتر، وبعدين بقى اخش على القانون الاساسي اللي هستخدمه الاروميتر. عوضت عليها ب 5000 يبقى عندي مجهول واحد بس الار اكستندر. لو نسيت تعمل السطرين اللي فوق دول هتتكشف ان انت عايز تركب ار اكس بكام عشان ابقى اي تلت السكيل. تلت 300 يعني 100، 100 في 6 الفي 1.5، طب فين الاروميتر؟ دي مجهوله، يبقى اطلع اجيبها من فوق، اطلع اجيبها من الخطوه اللي فوق. ما فيش ار اكس يبقى اسمه اي جي، في ار اكس يبقى اسمه اي. المساله اللي بعدها كانت موجوده في امتحان التجربه من حوالي سنتين ثلاثه كده. الراجل استخسر يدي الطالب اي جبن، استخسر يدي الطالب اي جبن، اداله سكيل وبالسكيل دي قال انت طلع جبن، انت طلع جبن. السكيل اللي فوق ده كرنت زيرو كذا 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 500 مايكرو، السكيل اللي تحت ده ريزيستنس ار اكس زيرو كذا كذا 9 كيلو اوم، طبعا الكيلو هنحولها انفاينايت دولار اكس. فوق بيعبر عن الكرنت وتحت بيعبر عن الار اكس، بيطلب مني بناء على السكيل ده خلاص الار اوميتر بكام، ريزيستنس الاوميتر بكام، والفي بي بتاعت الباتري بكام. خلاص الجبل خلص، مفيش جبل، الطالب يطلع الجبل من السكيل، بيطلب ار اوميتر بكام والفي بي بكام. انا بص كده، هي لما الار اكس يبقى بصفر بيعدي في الجهاز اعلى كارنت، اعلى كارنت يعدي على الجهاز اسمه الاي جي، يبقى الاي جي 500 مايكرو، الاي جي كده 500 مايكرو، انا اللي بطلع الجبن غصب عني. لما الار اكس يبقى بزيرو بيمشي في الجهاز اعلى كارنت، اعلى كارنت بيمشي في الجهاز بيبقى اسمه الاي جي. يبقى كده انا عرفت خلاص الاي جي بكام، عرفت خلاص ان الاي جي 500 مايكرو امبير، عرفت الاي جي خلاص 500 مايكرو امبير، ماشي. طيب لما تبقى الار اكس 9 كيلو اوم، طبعا الكيلو هنحولها في المسائل في 10 باور 3، لما تبقى الار اكس 9 كيلو اوم، يا ترى الاي ده يبقى بكام؟ الاي ده يبقى بكام؟ الاي ده يبقى بكام؟
احنا خدنا السكيل بتاع الكرنت يونيفورم، سكيل الريزيستنس هو اللي مش يونيفورم، سكيل الكرنت فوق يونيفورم. لما تبقى دي زيرو وده مش معروف وده مش معروف وده مش معروف وده معروف 500، يا ترى ده يبقى كام؟ ده يبقى كام؟ بص كده، ده الزيرو وده ال 500، ده النص، يبقى ده 250 مايكرو. كمان مره، ده الزيرو وده ال 500، النقطه دي في الوسط، يبقى دي 250 مايكرو. طب دي 250 ودي زيرو ودي في الوسط، دي زيرو ودي في الوسط ودي 250، تبقى دي 125 مايكرو. يبقى لما الاي يبقى 125 مايكرو تبقى الار اكس 9 كيلو اوم. لما الار اكس تبقى 9 كيلو اوم الاي يبقى كام؟ يبقى 125 مايكرو. 125 مايكرو كمان مره، سكيل الكرنت يونيفورم، ده زيرو وده 500، ده زيرو وده 500، دي الوسط، يبقى الوسط دي 250، دي زيرو ودي 250 ودي الوسط، يبقى دي 125. 125 دي طريقه حل، او حل تاني، ده زيرو ده ربع السكيل، ده نص السكيل، ده ثلاث ارباع السكيل، ده كل السكيل، يبقى دي ربع السكيل، يبقى دي ربع ال 500. ربع ال 500، ربع ال 500 125، ربع ال 500 125. يعني ممكن اجيبها بطريقتين، اقول ده زيرو ده ربع السكيل، نص السكيل، ثلاث ارباع السكيل، الفول سكيل، يبقى دي ربع السكيل، ربع ال 500، ربع ال 500 يعني 125. تالت حد، او دي زيرو ودي 500، يبقى دي كده 250، يبقى دي 250، دي زيرو ودي 250 تبقى دي 125. يبقى خلاص وصلت، لما تبقى الاكس 9 كيلو اوم هيبقى الاي 125 مايكرو امبير. انا هنا عندي كام انون بقى، هو بيسالني في كام حاجه، عندي كام انون، وبيقول لي الار او ميتر بكام والفي بي بكام، الار او ميتر بكام والفي بي بكام. عندي اثنين انون، يبقى محتاج اثنين ايكويشن، اثنين انون، يبقى محتاج اثنين ايكويشن. يلا نكتب بقى الاثنين ايكويشن. اول حاجه اي جي في بي على الاروميتر، اي جي في بي على الاروميتر، الاي جي طلع من الرسمه 500 مايكرو، يبقى 500 تايم 10 مايكرو في 6. فكرك برضه كنت جايب منين؟ ابع حته 500 مايكرو، يبقى ده الاي جي، يبقى الاي جي 500 مايكرو، الاي جي 500 مايكرو في 10 مايكرو في 6. الفي بي ما اعرفش والاروميتر ما اعرفش، وانا عندي اثنين انون في بي والاروميتر، كروس مالتيبليكيشن يبقى الفي بي ايكوال 500 تايم 10 مايكرو في 6 والاروميتر. دي الايكويشن الاولى، دي كده الايكويشن الاولى فيها مجهول في بي والاروميتر، دي الايكويشن الاولى فيها مجهول في بي والاروميتر. تاني الاي جي في بي على الاروميتر، الاي جي من الجراف رسمه 500 مايكرو، يبقى 500 في 10 مايكرو في 6. الفي مجهول والاروميتر مجهول، عايزهم كروس مالتيبليكيشن يبقى الفي 500 تايم 10 مايكرو في 6 والاروميتر. دي اول ايكويشن. الايكويشن الثانيه اي ايكوال في بي على الاروميتر بلس الاكس، الاي 125 مايكرو، الاي 125 مايكرو لما كانت الار اكس 9 كيلو اوم، 9 في 10 باور 3، لما كانت الار اكس 9 كيلو اوم يعني 9 في 10 باور 3، والارومتر مجهول والفي بي مجهول، كروس مالتيبليكيشن يبقى الفي بي ايكوال، الرقم ده في الارومتر يبقى 125 تايم 6 ارومتر، الرقم ده في الرقم ده يديني 1.125. يبقى دي الايكويشن الثانيه. كده الفيزكس خلصت، الفيزكس خلصت كده، بقى عندي اثنين ايكويشن خلاص. الشمال زي الشمال، يبقى اليمين هو اليمين، الشمال زي الشمال، يبقى اليمين هو اليمين. يعني انا اقدر اقول كده 500 في 10 مايكرو في 6 ارومتر ايكوال 100 تو 5 تايم 10 مايكرو في 6 ارومتر بلس 1.125. هودي ده هناك بالماينس وشويه ماس، هودي ده هناك بالماينس، وبقى ارومتر يساوي الرقم ده اوفر الرقم ده. يبقى كده شويه ماس كده بسيطه بتاعت تالتة اعدادي، جبنا الارومتر خلاص. هتقطع الارومتر 3000 اوم، جبنا الارومتر ب 3000 اوم، مقاس الفي بي عوض في اي كويشن من اللي فوق، يبقى الفي بي 526 في 3000 يطلع لي 1.5 فولت. عوضنا في اي كويشن؟ عوضنا في الكويشن الاولى، الفي بي 500 في 10 6 ارومتر، ارومتر اتحسب ب 3000،
يبقى الفي بي الرقم ده في 3000، الفي بي الرقم ده في 3000 في 3000 يطلع الفي بي 1.5 فولت. يبقى الخطوط العاديه للمساله ان انا افهم ازاي اقرا الرسمه. لما الار اكس بتبقى زيرو يبقى الكارنت اللي ماشي اعلى كارنت اللي هو الاي جي، يبقى الاي جي 500 مايكرو امبير. لما الار اكس يبقى 9 كيلو اوم، يا ترى الاي ده يبقى بكام؟ الاي ده يبقى بكام؟ اقول ده زيرو، ده ربع السكيل، نص السكيل، ثلاث ارباع السكيل، فول سكيل. يبقى دي ربع السكيل، ربع ال 500 125. يعني الار اكس يبقى 9 كيلو اوم، الاي بتبقى 125 مايكرو امبير. يبقى كده اقدر اعمل التو ايكويشن. الايكويشن الاولى اي جي في بي على ار اوميتر. الاي جي 500 مايكرو في 6 في بي ما اعرفش، وار اوميتر ما اعرفش. كروس مالتيبليكيشن دي اول ايكويشن. الايكويشن الثانيه الاي ايكوال في بي على ار اوميتر بلس ار اكس. لما يبقى في ار اكس يبقى في اي. الاي ده ربع السكيل يعني يبقى 105 تايم 6. الفي مقوله، ار اوميتر مقوله، والار اكس 9 في 10 باور 3. كروس مالتيبليكيشن، كروس مالتيبليكيشن يبقى الفي بي ايكوال الرقم ده في ار اوميتر وده تايمز ده يطلع 1.125. خلاص فيزيكس خلصت كده، اثنين ايكويشن بالماس، اثنين ايكويشن بالماس. الشمال زي الشمال يبقى اليمين هو اليمين. اساوي الطرفين ببعض واعملها ماس تطلع على الالوميتر ب 3000 اوم، اعوض في اي ايكويشن بالاثنين تطلع الفي بي 1.5 فولت. دي كده مساله مهمه جدا، ازاي نطلع الجذر. ساق فيها الراجل وراح جايب هداه مساله زيها ثاني في امتحان التجربه برضه من حوالي سنتين ثلاثه. السكيل ده بيعبر عن الكرنت وده بيعبر عن الار اكس، ده كرنت وده ار اكس. لما الاكس بزيرو كان الكرنت 0.3 امبير، لما الار اكس كانت مجهوله بواي كان الكرنت 0.2، لما الار اكس كانت معلومه ب 50 كان الاي 0.15، لما الار اكس كانت معلومه 150 كان الكرنت اكس مجهول. هو عايز ايه بقى في المساله؟ عايزني اجيب له الار دي بكام، وعايزني اجيب له الفي بي بكام، وعايزني اجيب له الاكس بكام والواي بكام. في البدايه سيبنا من الاكس والواي، سيبنا من الاكس والواي. عايز ار في وعايز الام اف، عايز الار جي وعايز الام اف. وكان قايل لي في المساله ان الار جي ب 25 اوم، كان قايل لي في المساله الار جي ب 25 اوم، الار جي ب 25 اوم. هنبدا نشوف من الرسمه كده، ابص كده. لما الار اكس يبقى بصفر بيعدي اعلى كرنت، اعلى كرنت اسمه اي جي. يبقى من الرسمه دي كده فهمت ان اي جي ايكوال 0.3 اوم، الاي جي 0.3 امبير، الاي جي 0.3 امبير. لما الار اكس بصفر بيعدي اعلى كرنت، اعلى كرنت هو الاي جي، يبقى الاي جي 0.3 امبير، الاي جي 0.3 امبير. يبقى دي حاجه خدتها من الرسم، دي اول حاجه خدتها من الرسم. في كويشن ثانيه، لما الاكس يبقى ب 50 يبقى الاي 0.15 امبير. لما الاكس ب 50 ب 50 يبقى الاي ب 0.15. لما الاكس يبقى ب 50 اوم الاي بيبقى 0.15 امبير. يبقى دي برضه عشان يبقى عندي كذا ايكويشن. لما الاكس ب 0 يبقى ده اي جي 0.3. لما الاكس 50 يبقى الاي 0.15، ودول ما جايين سيبنا بينهم دلوقتي. في المساله كان قايل لي ان الاوميتر ده عباره عن ار جي وار في بس، ما فيهوش ار سي. في بعض المسائل بيبقى في ريزيست جوه الاوميتر بيهملها. ده الار جي ب 25 وعايز نحسب له الار سي، ما جابش سيره الار سي يبقى مش راكبه. ما جابش سيره الار سي تبقى مش راكبه، ما جابش سيره الار سمول تبقى مش موجوده. الاي جي في بي على ار جي بلس ار في. فين يا عم ار سي؟ ما جابش ريت هيبقى مش موجوده في الجهاز، مش موجوده خلاص. الاي جي في بي على ار جي بلس ار في، فين ار سي؟ ما جابش ريت مش موجوده. فين ار سمول؟ ما جابش ريت يبقى مش موجوده. هو كان اصلا كان اي جي ايكوال في بي على ار جي بلس ار في بلس ار سي بلس ار سمول. ما جابش ريت الار سمول تبقى مش موجوده، ما جابش ريت الار سي تبقى مش موجوده، ويبقى الاي جي في بي على ار جي بلس ار سي بس. الاي جي 0.3 الفي بي ما اعرفش. الاي جي قايل لي جيفن 25 والار جي ما اعرفش. يبقى دي اول ايكويشن كروس مالتيبليكيشن، يبقى الفي بي ايكوال 0.3 في 25 يعني 7.5 0.3 ار في. يبقى دي اول ايكويشن، دي كده اول ايكويشن. عايزين ايكويشن ثانيه، لما الار اكس ب 50 يبقى الاي 0.15. يبقى دي الايكويشن الثانيه، لما الار اكس ب 50 الاي 0.15 امبير. الاي ايكوال في بي على ار جي بلس ار في بلس ار اكس. اما يبقى في ار اكس يبقى اسمه اي، ما فيش ار اكس يبقى اسمه اي جي، في ار اكس يبقى اسمه اي، ما فيش ار اكس يبقى اسمه اي جي. هنا الار جي والار في بلس الار اكس. الاي قلنا 0.15، الفي بي ما اعرفش، الار جي ب 25، الار جي ما اعرفش، والار اكس قلنا ب 50. كروس مالتيبليكيشن، يبقى دي الايكويشن الثانيه. الشمال زي الشمال، يبقى اليمين هو اليمين.
يبقى 11.25 بلس 0.15 ار في ايكوال 7.5 بلس 0.3 ار في. هجيب الرقم ده هنا بالماينس وادي ده هناك بالماينس واخلصها ماس تطلع الار في ب 25 اوم. يبقى جبت الار في ب 25 اوم، عوض الار في ب 25 وادي الفي دي، عوض عن الار في ب 25 وادي الفي دي. يبقى كده جبنا اول حاجتين، جبنا الار في وجبنا الفي بي، جبنا الار في وجبنا الفي بي، الار في والفي بي. اما يبقى مش ار اكس يبقى اسمه اي جي، في ار اكس يبقى اسمه اي. بيقول لي بعد كده الاكس بكام والواي بكام؟ الاكس بكام والواي بكام؟ والله لما يبقى الكرنت 0.2 تبقى الاكس اسمها واي. لما يبقى الكرنت قيمته 0.2 يبقى الاكس اسمها واي. هبدا اعوض. وده عمل الاكس اللي اي لما تبقى 0.2 يبقى الاكس اسمها واي. نعوض الاي ايكوال في بي على ار جي بلس ار جي بلس الاكس، الاي 0.2. الفي بي طلعت 1.5 دي 1.5. الار جي ب 25 والار جي ب 25 والار اكس اسمها واي، الار اكس اسمها واي. كروس مالتيبيكيشن اروح حاسب الواي تطلع 25 اوم. عايزني اجيب له الاكس، عايزني اجيب له الاكس. والله لما بتبقى الاكس 150 بيبقى الاي اسمه اي، بيبقى اسمه اكس. لما الار اكس بتبقى 150 اوم بيبقى الاي اسمه اكس. لما الار اكس بتبقى 150 اوم بيبقى الاي اسمه اكس. انزل اعوض تاني في الايكويشن الرئيسيه. الاي ايكوال في بي على ار جي بلس ار جي بلس ار اكس. والله لما الار اكس تبقى 150 الاي يبقى اسمه اكس. يبقى شيل الاي وحط بدلها اكس. الفي بي 1.5 الار جي ب 25 والار جي ب 25 والار اكس ب 150. يبقى كده حسبنا الاكس خلاص، جبنا الاكس وجبنا الواي. والمسالتين دول مهمين بتوع السكيل، اللي بدل ما يديلك ارقام هو بيسيبك انت تعرف. الار اكس لما تبقى صفر يبقى الكلام ده على حاجه، ده بقى ده الاي جي، يبقى ده كده الاي جي، ده كده الاي جي. لما الار اكس ب 50 يبقى الاي بوينت 15، لما الار اكس يبقى 15 50 يبقى الاي بوينت 15. يبقى من هنا اعمل الايكويشن الثانيه، الاي ايكوال في بي على الاراضي اللي مديهاني بلس الار اكس. وعوض وافك تطلع المساله على طول. مساله مهمه جدا جدا جدا، مساله مهمه جدا جدا جدا. فيها القانون بيضطرب الانسان. بيقول له ميتر البوينتر بيروح لربع السكيل. لما نركب ار اكس خارجيه 300 اوم. وميتر المؤشر بيروح لربع السكيل. لما ركب اكسترنال ريزيستنس 300 اوم. بيقول لي اركب اكسترنال ريزيستنس يبقى قيمتها كام؟ عشان المؤشر يروح لزوتس السكيل. بدل ما كان بيروح لربع السكيل، لا عايزين يروح لزوتس السكيل. اركب ار اكس بكام؟ اركب ار اكس بكام؟ كان مره البوينتر بتاع الاوميتر بيروح لربع السكيل، ربع السكيل. لما تكون الار اكس ب 300 بيروح لربع السكيل. لما تكون الار اكس ب 300، طب لما يروح لسوتس السكيل اكون مركب الار اكس بكام؟ اركب الار اكس بكام عشان بدل ما يروح لربع السكيل يروح لسوتس السكيل. اقول المؤشر راح لربع السكيل، يبقى معناه ان الاي اللي ماشي دلوقتي بقى ربع الاي جي. الاي بقى ربع الاي جي، الاي بقى ربع الاي جي. المؤشر راح لربع السكيل، لما ركبت ريزيستنس 300 اوم المؤشر راح لربع السكيل. ربع السكيل يعني الكارت اللي ماشي دلوقتي ربع اي جي. هات الاي جي تحت يبقى اي على اي جي بيساوي ربع. قانون حلو جدا قلنا عليه من شويه بيتنسي. الاي على اي جي ده ار اوميتر على اوميتر بلس الاكس، ده اللي قلنا عليه بيتنسي. الاي على اي جي ده الار اوميتر على اوميتر بلس الاكس، اي على اي جي ب 1 على 4. ار اوميتر ما اعرفش. والار اكس قايل لي ب 300. الار اكس قايل لي ب 300. يبقى كده حسبنا خلاص الار اوميتر. طلعت 100 اوم، طلعت 100 اوم. بس هو مش عايز ار اوميتر. فبيقول لي اركب الار اكس قيمتها كام؟ عشان المؤشر يروح لسوتس السكيل، ما يبقاش يروح لسوتس بسكيل. بس الخطوه دي كانت لازم تتعمل وهنعرف ليه. نعيد تاني. ركبت ريزيستنس 300 اوم. المؤشر راح لربع السكيل. المؤشر راح لربع السكيل. يعني الكارنت اللي ماشي ربع الاي جي، يعني اي على اي جي يكوال ربع. اي على اي جي يكوال الوميتر على الوميتر بلس على اكس. اي على اي جي ب 1 كوارتر يعني 1 على 4. الوميتر ما اعرفش. وار اكس ب 300. حسبنا الوميتر طلعت 100 اوم. الوميتر طلعت 100 اوم. بعد كده بيقول لي اركب على اكس كمان كام عشان يروح لسورس السكيل، سورس السكيل. 1 على 6 من السكيل. ده معناه الكارنت اللي ماشي 1 على 6 اي جي. المؤشر راح لسوتس السكيل وانا على 6 السكيل. يعني الكرنت اللي ماشي وانا على 6 الاي جي. يعني ار على الاي جي بيساوي 1 على 6، اي على اي جي 1 على 6. القانون الناس بتنساه.
اي على اي جي ار اوربيتال على اوربيتال بلس ار اكس، اي على اي جي 1 على 6. الار اوربيتال جبناها ب 100، الار اوربيتال ب 100 بلس الار اكس كروس مالتيبليكيشن احسب الار اكس يطلع 500 اوم، تطلع 500 اوم 500 اوم، خلصت المساله. يبقى لما ركبت الريزستنس 300 اوم البوينت رايح لربع السكيل 300 اوم، اما كانت الار اكس 300 اوم البوينت رايح لربع السكيل. ربع السكيل يعني الاي ربع الاي جي، يعني اي على اي جي بربع. واكتب القانون اي على اي جي ار اوميتر على اوميتر بس ار اكس، اي على اي جي بربع ار اوميتر ما اعرفش وار اكس قايل لي ب 300 كروس مالتيبليكيشن. جبت الار اوميتر مع انه ما طلبهاش مني بس لازم اجيبها. اركب ار اكس قيمتها كام عشان بوينت تروح لسورس السكيل؟ اركب ار اكس قيمتها كام عشان بوينت تروح لسورس السكيل؟ سورس السكيل اه يعني الاي 1 على 6 الاي جي، يعني اي على اي جي 1 على 6، اي على اي جي تاني ار اوميتر على اوميتر بلس ار اكس، اي على اي جي 1 على 6 ار اوميتر ب 100 لسه جايبينها ب 100 وكان لازم اجيبها بلس ار اكس كروس مالتيبيكيشن احسب ار اكس يطلع 500 اوم. لو الطالب بدا من هنا، بدا من هنا هيفاجئ ان الار اوميتر مش عنده، هيفاجئ ان ما عندوش ار اوميتر، ما عندوش ار اوميتر هو عايز الار اكس، فيضطر يطلع يجيبها من فوق، يطلع يجيبها من فوق. المسألة دي أهم مسألة في مسائل الأوميتر، أهم مسألة في مسائل الأوميتر، دي من أهم المسائل بتاعت الأوميتر. ركبت ار اكس 300 اوم، المؤشر راح لربع السكيل. ربع السكيل يعني الكرنت اللي ماشي ربع الاي جي، يعني اي على اي جي بربع. اكتب القانون وعوض، وهو قايل لي الار اكس ب 300، جبنا الأوميتر. اركب ار اكس قيمتها كام عشان البوينت تروح لسورس السكيل؟ سورس السكيل يعني الكرنت داخل دلوقتي وانا على 6 الاي جي. يعني اي على جي ب 1 على 6، اكتب القانون وعوض واستخدم 100 اوم اللي اتحسبت فوق، اجيب الار اكس يطلع 500. نبص لها كده شويه. القانون ده مهم جدا جدا، وعدد الطلبه بيحفظوه 1%. ده كده 1% من الطلبه اللي بيحفظوه، ده بينسوه 99% اللي بينسوا القانون ده. ولو ابتديت الحل من الخطوه دي هفاجئ ان الارميتر مش عندي. هفاجئ ان الارميتر مش عندي. تاني اللي جاي دي اخر مساله اعتقد، بتاعي اخر مساله تقريبا. يشوف كده بيقول لي اوميتر الريزستنس بتاعته ار وماشي في كرنت اي جي. اوميتر الريزستنس بتاعته ار وماشي في كرنت اي جي. لما بركب له اكسترنال ريزستنس 6000 اوم الكرنت بيقل بالتلت. يبقى ده ار بكام؟ اوميتر ار اوميتر قيمتها ار، ار اوميتر قيمتها ار وماشي في كرنت اي جي. لما بركب اكسترنال ريزستنس 600 اوم 6000 اوم الكرنت بيقل للتلت. احسب الار، احسب الار. قال لي الكرنت بيبقى قيمته التلت، الكرنت بيبقى قيمته التلت، الكرنت بيبقى قيمته التلت. يعني الاي تلت الاي جي، الاي تلت الاي جي، الاي تلت الاي جي، الاي تلت الاي جي، يعني اي على اي جي تلت. اي على اي جي ار اوميتر على اوميتر بلس ار اكس، اي على اي جي قايل لي ب 1 على 3. ار اوميتر بيسميها هو ار، اوميتر هاز ريزيستنس ار، ار اوميتر اسمها ار، ار اوميتر اسمها ار، والار اكس ب 6000. كروس مالتيبيكيشن اجيب له الار تطلع 3000 اوم، اجيب له الار تطلع 3000 اوم. اوميتر الريزيستنس بتاعته ار، يعني الار اوميتر قيمتها ار. ويمر في كرنت اي جي، بيمر في كرنت اي جي. لما بركب الريزيستنس 6000 اوم الكرنت قيمته بتقل للتلت، يعني بدل ما هو اي جي يبقى تلت اي جي. يبقى الاي ايكوال تلت اي جي. يبقى اي على اي جي بتلت. القانون اي على اي جي ار اوميتر على اوميتر بلس ار اكس، اي على اي جي بتلت. الار اوميتر بيسميها هو ار. بيسميها ار وعايزها. والار اكس هيبقى ب 6000 اوم. كروس مالتيبيكيشن احسب الار تطلع 3000 اوم، تطلع 3000 اوم. دي حاجه تاني. بس كده كانت ادي اخر مساله في الاوميتر. يبقى كده الشابتر بتاعنا ان شاء الله خلص خالص، الشابتر كده تماما خلص تماما. ويبقى يوم السبت الجاي باذن الله بامر ربنا ان شاء ربنا هنبدا ناخد اول حصه في شابتر 3، ومش تبقى بشد جامد قوي في شابتر 3 عشان امتحان يوم الثلاث الجاي. امتحان الثلاث الجاي في شابتر 1 و2. الثلاث الجاي امتحان في شابتر 1 و2. ما تزامش شيت 3، ما تزامش شيت 3. هنبدا ان احنا ندي اوبشن. اللي عايزها من السنتر عادي هنشوف يوم في نص الاسبوع وناخدها من السنتر. اللي عايز ياخدها بي دي اف ابعتها له بي دي اف وهو يطبعها عنده ناحيه بيتهم متاح. يبقى في اوبشن لملزمه شابتر 3. اللي عايزها من السنتر زي اول شابترين اوكي من السنتر موجوده هي والاسئله بتاعتها. اللي عايز ياخدها
مستبعد المشوار وعايز ياخدها بي دي اف وهو يطبعها في مكتبه جنب بيتهم مفيش مشاكل. يعني هيبقى الاختيارين موجودين، يا اما من السنتر اللي عايزها او اللي عايز ياخدها بي دي اف ويطبعها هو بمعرفته، الاثنين مظبوط مفيش اي مشاكل فيهم خالص. خلص الموضوع. وشابتر 3 عكس شابتر 2، كل حاجه قلناها في شابتر 2 هنعكسها في شابتر 3. يعني في شابتر 2 قلنا لما في كارنت بيمشي في واير بيعمل ماجنتيك فلكس حواليه. في شابتر 3 هنقول لما في واير احطه في ماجنتيك فلكس الواير يمشي في الكارنت. فكل حاجه في شابتر 3 عكسها في شابتر 2، كمان مره حته اخيره قبل ما اقفل. في شابتر 2 خدنا لما واير يمشي في كارنت ينشا حوله ماجنتيك فيلد. في شابتر 3 هناخد لما واير احطه في ماجنتيك فيلد الواير يمشي في كارنت. الواير يتولد في كارنت. ده اللي هناخده في شابتر 3. فشابتر 3 شابتر ممتع بس طلبه بيبداوا منه قوي، يعني بيبداوا منه جدا جدا جدا، بس هو شابتر لذيذ وممتع. عكس شابتر 2، عكس شابتر 2 كل حاجه قلناها في شابتر 2 هنعكسها تبقى شابتر 3، هنعكسها تبقى شابتر 3. واحد يقول لي يا مستر هو الكارنت ممكن يتولد من غير باتري؟ الكارنت في شابتر 1 و2 كان ابوه وامه وبطاريه. في شابتر 3 في كارنت شيطاني بيتولد من غير بطاريه. لو جبت سلك واير وحطيته في وسط ماجنتيك فيلد الواير يتولد فيه كارنت. مين ابوه وامه؟ مش باتري، مش بطاريه. ابوه وامه الساوز والنورث. الساوز والنورث. بس كده ادينا كده خدنا فكره عن شابتر 3. وشابتر لذيذ وجميل وان كان الناس بتتضايق منه، بس هو شابتر غريب جدا بحب اشرحه قوي. بحب اشرح شابتر 3 جدا. شابتر ممتع. بس كده خلاص، ونشوفكم على خير السبت الجاي. مش هدخل جامد قوي في شابتر 3 بس عشان يبقى اسمنا دخلنا في مش متاخرين ولا حاجه، والامتحان هيبقى يوم الثلاث الجاي. والملزمه اوبشن اللي عايزها بي دي اف يقول لي ابعت له بي دي اف، اللي عايز ياخدها من السنتر كله متاح، كله متاح. بس كده، لو في اي سؤال انا موجود. معلش معاك سؤال، هو لما النت قطع كنت بسأل حضرتك في سؤال اللي هو لو غيرت الفي في، حضرتك بقى الرد عشان انا تقريبا ما سمعتوش. لو غيرت الفي في، طب استنى ما اطلع فوق. طب ما اشمعنى احنا عندنا النت حلو يا مريم؟ ها؟ بس عم بيقطع. بس عم بيقطع. عندنا بيوصل ل 25. شباب بيوصل ل 25. مش عارف والله عندنا كام. اصل الحته رايقه جدا، فاضيه، منطقه فاضيه جدا. احنا عديناها ولا ما عديناهاش؟ استني كده عديناها. انت قلت ايه السؤال التاني؟ معلش فكريني. اللي هو لا حضرتك قلت لازم الفي بي لازم يبقى واحد ونص. ماشي خلي بالك. حالا اهو تجيب لي حالا. درس حلو قوي، درس سهل جدا، مش مشكله. والقانون الناس بينسوه، اوعي تنسيه. القانون الناس بينسوه، اوعي تنسيه. الارقوميتر على الارقوميتر بس. رحت فين؟ ثواني بس، هو كان بيجيب لي اهي. ايه رايك؟ بص يا ستي، احنا الجهاز متصمم، الجهاز متصمم ان لما يبقى الار فولتميتر الار اوميتر 3150 والبطاريه 1.5 فولت، اما تبقى الفي بي 1.5 فولت والريزيت بتاع الجهاز 3150 يبقى ماشين الكرنت مقداره 400 مايكرو. والمؤشر يروح عند الصفر. لما يبقى الجهاز الريزيست بتاعته 3750 اوم والفي 1.5 فولت لما اقسم 1.5 اوفر 3750 اوم يبقى ده يطلع 400 مايكرو امبير والبوينت يروح عند الصفر. طب لو البطاريه ما بقتش 1.5 فولت بقت 1 فولت يبقى لما اقسم 1 فولت على 3750 الكرنت نادي مش هيبقى 400. الكرنت ما بقاش 400 يبقى المؤشر مش هيروح عند الصفر، هيبقى قبل الصفر بشويه. تمام. طيب يبقى انا لما اجي اقول لسماعه ابراهيم وابدا اشتغل المؤشر اصلا مش عند الصفر. ايوه صح. يبقى الدرايه اللي باخدها مش تبقى الحقيقيه.
تقومي هتردي لما تذاكري تروحي رده وقايله لي يا مستر طب انا ممكن اظبط الريوستات وخلي ايوه الوشر عند الصفر، لما تذاكر الدرس ده هتلاقي نفسك بتسالي نفسك السؤال ده. الريوستات يظبط الصفر بس برضه بحدود. يعني جميل. برضه بحدود، يعني ما سوقش فيها. يعني ما سوقش فيها. واسيب البطاريه تنزل قوي. وقول ما انا هظبط الصفر بالريوستات. الريوستات يظبط الصفر بس برضه له ليميت، يعني له ليميت ما سوقش فيها قوي. وصل الكلام ولا مش قوي؟ انا قلت يعني انا يعني لو عملت الليميت قال كويس على الواحد الحته ونص دي. فولت هل الواحد واقف عند الصفر ولا مش واقف عند الصفر؟ انا ممكن اصممه اصلا على بقى على فيت بي تانية ثابته، في دي بي لازم تانية واحد صح، يجيبها. في بي تانية 1 فولت مثلا صح؟ 1 فولت. طب لو قعدت بقت نص فولت لا مش هينفع. مش هينفع بقى، هنفضل كل شويه نصممه على مش هينفع. طب وانت بتذاكري هتقول يا مستر ما انت قلت لي ما هو ده مش عند الصفر، ما انا ممكن برضه اظبطه بالريوستات صح؟ ايوه بس ايوه بحدود، يعني ما سوقش بحدود، ايوه يعني ايوه بحدود تمام. فهمت. صح ولا ايه؟ تمام. بس هو ده السبب ان انا لازم اجيب واحد الفي بي لازم تبقى 1.5 فولت. طب لو قالت سنه صغيره ماشي عادي هنظبطها مع الريوستات بس ما سوقش فيها بقى واسيب ال 1.5 تبقى 1 فولت او 0.7 فولت. الريوستات برضه ليها حدود، ممكن عشان اظبط الصفر الاقي نفس الريوستات هضطر اخرج عن الليميت 6565 اوم، الاقي نفسي هضطر اخرج بره الرقم خالص. الريوستات بتظبط الصفر بحدود، لكن يفضل ان الفي بي تبقى زي ما هي بالظبط 1.5 فولت، فيبقى فعلا والار دي 3750 يبقى لغايه 400 يبقى المؤشر عند الصفر. اي ايرور يحصل في الفي بي او يحصل في التوتال ريزيستنس بسبب حراره الجو هينعكس على قيمه الاي، هينعكس على وضع المؤشر على السكيل. الحاله الايديال المثاليه جدا بيبقى الفي بي 1.5 والتوتال ريزيستنس 3750، لما اعملهم ديفايد بعض يطلع الاي 400 مايكرو فيبقى المؤشر عند الصفر. اي خلل في الارقام دي يبقى الاي مش 400 يبقى المؤشر مش عند الصفر. بدل اشاها بالظبط الريزلت بالريستات ولكن في حدود. تمام تمام كده؟ تمام هتسالي نفسك سؤال تاني وانت بتذاكري تقولي طب مش هو الريوستات من زيرو ل 6565 اوم انا ما بحتاجش منه غير حوالي 500، وعشان بس العدل بس بحتاج منه مثلا من 490 ل 510 على حسب حراره الجو. يعني هو المتوسط 500، متوسط تمام. 500 يعني كتير ليه بقى؟ ليه هو كتير؟ عشان هو الريوستات ده مش بتاع الميتر بس، انا بستخدمه في كذا جهاز، فهو بيحط واسع وانت خد اللي انت عايزاه. لا السؤال مش هيبقى كده وانت بتذاكري، هتطلعها بس سؤالك مش هيبقى كده وانت بتذاكري. سؤالك هتقول انا يا مستر بياخد من الريوستات 500 اوم هو رينجو من الصفر حتى 6565، تقول انت انا ليه حاطط 3000؟ طب انا ما احطش 3000 خالص، واخد صحيح. الريوستات 3500 ماشي، صح كده ولا ايه؟ اخد تلاتة. صح. الكلام ده نظري صح لكن عملي غلط. ليه عملي غلط؟ طب اللي بيصمم جهاز بيحط في اعتباره جهل المستخدمين، جهل المستخدمين. بمعنى لو انا ما حطيتش ال 3000 وخدت من الاستاذ 3500 اوم وجه واحد اخطا وحط البوينتر عند الزيرو يبقى انا فقدت 3500 اوم مره واحده، الجالفوميتر يولع يقول لي لا انا هركن 3000 فيكسد على جنب والعب في 500 بس. لو حد جاهل جاب البوينتر عند الزيرو هبقى فقدت 500 مش 3500. الجهاز متصمم انه يستحمل فقد 500 اوم لكن ما يستحملش فقد 3500 اوم. لو معاك يا مادة 3500 جنيه هتخرجي بيهم ولا هتشيلي 3000 في البيت وتخرجي ب 500؟
اشيل 3500. لان لو خرجت بال 3500 لو واحده واتنشروا منك شقه عمرك ضاع، صح؟ اه لكن لما يبقى ايوه راجل في البيت 3000 ويسرق مني ال 500، معلش عندي ستوك في البيت، عندي رصيد في البيت برضو ايه يوقفني على حقي. اه الجهاز متصمم على فقد 500 وليس فقد 3500. اه تملي في ادارات الديزاين، بيبقى اي مصنع في الدنيا في اداره ديزاين واداره تنفيذ. المصمم يصمم اللي انا عايز 3500، ينزل الجهاز يتنفذ تحت في ورش الانتاج، مهندس الانتاج يقول لا انا 3500 ما غامرش واخدهم من مصدر واحد، انا هقسمها جزئين، جزء اخد 3000 وجزء ياخد 500. عيش بقى لو جهل المستخدم حط المؤشر عند الصفر افقد 500 وليس 3500. طب تلاقي في فرق ما بين اللي بيصمم واللي بيستخدم واللي بينفذ. اللي بيصمم مخه نضيف جدا لكن درايته بالمستخدمين قليله. اللي بينفذ بقى التصميم ده هو بيبقى اكثر خبره، يقول انت عايز 3500 هحققها لك، بس هحققها لك بشكل سيف امن، مش هاخد ال 3500 مره واحده من الاستاذ، لا هوزعهم، هخلي 3000 فيكسد والعب في 500. مجال الديزاين والتنفيذ جميل جدا 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 في المصانع الكبيره. المصمم يحط حاجات المنفذ يعدل فيها، بحيث المنفذ على طول بيبقى عينه على ان المستخدم جاهل. مش وارد جدا ان حد يمسك الموبايل ويدوس على زرارين في وقت واحد. اه عادي زرارين في وقت واحد دي المفروض يحصل كارثه. اللي بجد. بينفذ بقى يقول لو واحد داس جاهل داس على زرارين في وقت واحد هيحصل ايه؟ طب انا اتلاشاه جوه ازاي واحط عامل سيفتي ازاي؟ كده فرق، في فرق ما بين مهندس ديزاين ومهندس التنفيذ. الديزاين بيبقى راجل مثالي جدا مستوى البشر ملائكه، اما اللي بينفذ بيحط في اعتباره ان البشر جهله، واخد بالك؟ فايه بيحط عامل السيفتي، عشان في اجيب جهاز ادوس على زر فوت واحد يتحرق يبقى ايه الجهاز اللي بقرف ده، مع ان انا جاهل اصلا في استخدامه وانا اللي غلطان، بس مش المفروض انه يتحرق برضه، لازم يبقى في عامل سيفتي جواه، سيفتي يعني تامين وامان جواه. تمام؟ اه تمام. انا بشتغل في المجالات دي، مجالات جميله جدا يعني. اصل انا اشتغلت في حاجتين، اشتغلت في اللي هو الديزاين بتاع 20 سنه والتنفيذ بتاع 20 سنه، لا ده 15 سنه. ده تحس راجل مثالي جدا، ده ملاك، اللي بيصمم ده ملاك، ملاك بتصور ان البشر ملائكه، مش هيعملوا غير اللي هيقول لهم عليه. اما اللي بينفذ عارف ان البشر دول جهله حمير هيخرفوا، فيحط يعمل عوامل سيفتي ان الحاجه ما تبص اثناء الاستخدام. خلاص ماشي اوكي دكتور، ذاكر كويس بقى الاسبوع الجاي، عايزين نقفل بقى امتحان بقى لله، عايزين نقفل امتحان واحد لله يوم الثلاث الجاي، عايزين نقفل ان شاء الله. تمام ان شاء الله ماشي، شكرا، وشوف السبت الجاي باذن الله. ماشي.